هنا قبل ما يلتحقوا باقي الإخوان نذكركم بأنه هذا النهار إن شاء الله تلاقينا باش نهضروا على التدريب ديال ممارس الدراجة الجبلية بشكل تدريب كل ما يخص التحضيرات ديالو، لأن التدريب يوم فوق يطلع فوق الفيلو هذيك راه آخر مرحلة، راه كاين تحضيرات قبلها وموراها. بارك الله عليك سي بوسيف الزناسني، مرحبا. أنا خويا نبيل راني دايما معاكم. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، دائما في إطار التدريب ديال الدراجة الجبلية نذكر الإخوان بأنه مؤخرا الجامعة الملكية المغربية للدراجات اللي هنايا في صراع أبدي، صراع فكري ماشي صراع شخصي، صراع فكري معها، أن اختلاف الرأي واختلاف القناعات واختلاف المنظورة. كانت مؤخرا دارت واحد شي شهرين ولا واحد تكوين، فهذا الشيء اللي غادي نهضروا عليه في التكوين ديال المدربين ديال الدراجة الجبلية زونترينور دو في تي تي. المهم بغض النظر على المحتوى ديال التكوين ولا شكون دارو ولا الطريقة باش ندار ولا المهم، لأن كان عندي تحفظات كثيرة على هذا الشيء، هذا راني ديجا هضرت عليه، ولكن عندي الإخوان هم الأغلبية اللي هم من الأصدقاء ديالي اللي داروا هذا التكوين هذا. أنا نطلب منهم حاجة واحدة، نتمنى انهم يلبيوا الدعوه، انه داكشي اللي المهم هذيك المعلومات اللي توصلوا بها واللي تلقاوها واللي هذا ما يخليوهاش عندهم. الحمد لله هذه الرياضه ديالنا ستان سبور دو بارتاج ديال التقاسم، تقاسموا المعلومات وفيدوا بها الاخرين. مش من فائده انه انا نتكون الى خليت داكشي عندي. وعليكم السلام سي نصر، ما عندها حتى شي فائده إلا كان غادي ديبلوم ونعلقو ولا معلومات ديتها ونخليها لنفسي، اش من فائدة منها؟ راه نفيد نفسي ونفيد الغير ديالي، حياك الله أخي عادل. نفيد الغير ديالي بداك الشيء اللي عندي. حنايا الهدف ديالنا من هذا الشيء كامل هو توسيع القاعدة ديال الممارسة والرقي بهاد الرياضة هادي. دونك اللي عارف شي حاجة يوصلها لخوته ويعلم خوته. انا الى من الجمعيه ديالي ولا من النادي ديالي ولا من المدينه ديالي درت التكوين في مجال التدريب ولا في التحكيم ولا اي حاجه، نكمل هذيك لا فورماسيون. انا راني غير ممثل ديال النادي ديالي. وعليكم السلام ورحمه الله السلام الدين. من نمشي للمدينه ديالي نجمع الخوت ديالي الاصدقاء ديالي الجروب ديالي الدراري اللي معايا في النادي، وداك الشيء اللي عطاوهني حتى انايا نبلغوا لهم. نورمالمون هكذا كتمشي الامور، ما انه تكون ومشي نعلق الدبلوم ونصوره وفرحان به راه ما عندها حتى شي معنى، راه خصني نستغل هذاك الشيء. ياك متفقين بعدا معايا؟ الا كان شي واحد ما متفقش معايا يقولها انا. وعليكم السلام ورحمة الله خويا احمد، تبارك الله السي عبد الاله رضا، حياك الله. باش ندخلو في صلب الموضوع باش ما نطولوش بزاف في هذا الشيء، انايا كان توصلني بزاف ديال لي ميساج، بزاف ديال الاتصالات، الناس كتسول كيفاش كندير تريني. كاين اللي كيقول لك صيفط لي بروغرام باغي نتريني، صيفط لي بروغرام ديال شهرين، صيفط لي بروغرام ديال 3 شهور. كاين اللي ما عارفش، كاين اللي عارف وما، ولكن داكشي اللي عارف حوايج غلط. كاين اللي كيركب غير المهم يركب وكيبدا يبيدالي ما عارف كاع واش يدير. حنا بغينا ننظموا شويه هاد الممارسه، وبغينا الممارس ديال الفي تي تي في البلاد ديالنا يعرفوا واش راه يدير وينظم الممارسه ديالو. وعليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه بغينا باش نتعلموا ونتفاداو الاخطاء اللي كتندار. غادي نحاول نلخص لكم في عجاله واحد 4 ولا 5 ولا 6 المهم ديال الاخطاء اللي كيديروها الممارسين ديال الفي تي تي في المغرب. نهضر على الممارسين في المغرب لانه بحكم التجربه وبحكم العلاقات مع الاصدقاء وعارفين الناس واش كدير. اول حاجه المهم كاين واحد ماشي كاملين، ولكن نقدر نجزم بانه واحد الفئه قليله يمكن 10% ولا ما تتجاوزهاش ديال الممارسين ديال الفي تي تي في البلاد ديالنا هما اللي كيتدربوا بطريقه علميه
طريقة صحيحة إلى بغينا نقوله، والباقي كلهم كيرتكبوا أخطاء. يعطيك الخير السياسي، بارك الله فيك. هاد الأخطاء قلت غادي نحاول نلخصها. كاين واحد الفئة كيتدربوا بعشوائية، ما عرف كاع واش راه يدير، اللي عنده هو الفي تي تي واش هي، هو ركب على الفيلو وبدا تبيدالي، المهم بدون هدف، بدون برنامج، بدون اي شيء. هادشي راه ماشي غير بالفي تي تي، راه حتى السيكليزم. ولكن انا دوك ماتش نهضر على السيكليزم. السيكليزم عندهم ماله اللي يهضروا عليه، نهضر انايا في الاختصاص ديالي. حياك الله سي جواد. قلنا واحد الفئة غير المهم، راه كاين اللي سنوات هو كيمارس الفي تي تي، تقول له شنو هو البروغرام اللي خدام به، وشنو هو الهدف ديالك، لا بروغريسيون ديالك، فين وصلت، فين بديت في هذا، ربنا خلقت انا. المهم مع طالع كي بيدالي، المهم راني كان بيدالي، راك تريني واه راني نتريني، واش راك دير الله اعلم. المهم راني نتريني، يعني عطيها لونترينمون، راني مقطع راسي. هذه الفئة الاولى. الفئة الثانية، كاين واحد النوع ديال واحد المجموعة ديال الممارسين، هو مسكين باغي، عليكم السلام سي ياسين، هو باغي يدير شي حاجة اللي صحيحة، وبحث واش كيدير، كيمشي سوغ انترنيت كيقلب بروغرام اونترينمون في تي تي، كيشوف شي بروغرام كيلقاه تما، كيقبضو كيبدا يتريني به. وهذا راه اكبر خطأ، هو هذا راه يمكن اكثر من هذاك اللي كيتريني عشوائيا. هذاك البروغرام صاحبي اللي لقيتو نتايا سوغ انترنيت، راه مديور لواحد الشخص معين، عنده واحد المؤهلات معينة، وكي يوجد لواحد السباقات معينة، وزيد تبارك الله عليك سي اسماعيل وسي بلال. اي ماشي انت، هذاك البروغرام ما مديورش لك، راه انت وصاحبك كتريني انت وياه لو ميم نيفو. راه الا جينا نصاوب لكم ان بروغرام دونترينمون، راه ما كيكونش بحال، ان انت ماشي هو صاحبك، محمد ماشي هو احمد، ماشي بحال. يمكنش انا، راه لا يعقل انه نمشي نتيليشارجي ان بروغرام دونترينمون ديال الفي تي تي من الانترنيت ونبدا نطبقه، وانا ما عرفش كاع واش هو هذاك الشيء. لا علاقة. عليكم السلام ورحمة الله سي عزيز. قلنا المهم غادي نوليو لهذا الشيء من بعد. الفئة الثالثة، كاين اللي عنده مثلا، بارك الله فيك السي الحوات، كاين اللي عنده كيشوف شي بطل مثلا، غير بطل محلي عندهم في المدينة، ولا بيان سور السي برضه بيان سور. حنا من نكمل غادي، هذا يبقى هاد الفيديو تبقى اون ليني، وكيما وعدت الاخوان اللي طلبوا هاد الشيء، راه غادي نتيليشارجيها ونشارجيها في سير يوتيوب، باش اللي بغى يكونسلتيها يكونسلتيها. كاين قلنا مثلا انايا في وجده، راني صغير بديت كندير الفي تي تي، عندنا ان شامبيون في وجده كيكلاسي مزيان او نيفو ناسيونال ولا في ليكيب ناسيونال ولا صافي، هذاك انا عندي هذاك هو المثل الاعلى، الوغ كيما كيدير يتريني هذاك كنتريني انا. قالوا هذاك فلان داك لو شامبيون راه كيدير لي ديستونس طوال، حتى انا ندير لي ديستونس طوال. قالوا هذاك راه كيتريني غير في العقابي، حتى انا نبقى نتريني غير في العقابي. المهم اللي دارها هو يدير، الله ينورك السي كمال، بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمه الله. اللي دارها نبقى نديرها بحاله، لانه انا بالعقل التفكير البسيط ديالي، بما ان هذاك ترينا بديك الطريقه وصل، يعني حتى انايا غادي الا ترينيت بحالو غادي نوصل. هذا راه خطا كبير. وعليكم السلام ورحمه الله السي فيكي. ماشي بحال، ماشي كيف كيف، كل واحد والخاصيات ديالو، كل واحد والمؤهلات ديالو، كل واحد والاهداف ديالو. راه كاين مثلا، شوف راه كاين هاد الناس اللي بين قوسين وصلوا لواحد النيفو عالي، راه كاين اللي عنده مؤهلات من عند الله، راه كاين اللي كاع ما يترينيش. شتي راه كاين اللي يتريني غير مره في السيمانه، وعندو داكشي من عند الله، مؤهلات عطاها له سيدي ربي وصل. كاين سي عزيز، سي سفيان الله يرضيك، غير التزموا بالموضوع اللي رحنا فيه. المهم هاد الامور نمشيو لها من بعد. وعليكم السلام ورحمة الله سي حمزة. نحاولوا نبقاو غير في هاد الموضوع اللي رحنا نهضروا عليه اليوم، وهاد الامور التقنية غادي نمشيو لها بالتدريج. الوضع المهم، قلنا هاد الفئة الثالثة اللي كيشوفوا واحد لو شامبيون ايكوبيو داكشي اللي كيدير، كيبقاو يديروا بحالو. كاين عاوتاني واحد اخرين، كاين اللي مثلا عنده فكرة انه باش نتريني، باش نوصل خصني فوق ما نخرج نتريني نقطع راسي. كاين اللي كيقولها لك صراحة، كيقول لك اي سيونس دونترينمون من نخرج نبقى غادي غير ساهت غير بشوية عليا، هذيك راه غير ضايعة ما عندها معنى، راني غير كنقتل الجسم ديالي. وعليكم السلام ورحمة الله.
راه الا باغي توصل خصك تزير اعصر، راه كتلقى ملي يخرج من دارهم هو ابلوك يوميا، اي امراه كلها اخطاء. عاوتاني هذاك اللي يوميا هو غير بشويه عليه سياحه واصفاء، حتى هذاك راه خطا. وزيد 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 وزيد. المهم حنا الهدف ديالنا هو ان نتفاداو هذه الاخطاء هذه كامله، ياك. الوغ حنايا قلنا الهدف ديالنا انه بغينا ننظموا الممارسه ديال هذا الشيء هذا باش نعطيو احسن مردوديه ممكنه بالنسبه لكل الضباط. بغينا انه الدراج، الممارس ديال الدراجه الجبليه اولا ما يضرش راسو، وثانيا هذيك الامكانيات اللي كاينه في الجسم ديالو اللي عطاها الله سبحانه وتعالى يستغلها. ان شاء الله سي كريم بطبيعه الحال. المهم قبل ما نزيد نتعمق في هذا الموضوع هذا، كنت انا فكرت في هذا الشيء. المهم واش نجمع هذا الشيء كامل في فيديو واحد في حلقه واحده وجمعه طويل نلخص فيها كل شيء، ولا ولكن لقيت بلي انه غادي نظلم هذا الموضوع هذا. ديجا حنا باش نديرو اون فري فورماسيون راه خصنا اسابيع ولا ما عرف شحال من حلقه. الوغ غادي نحاول نقسم هذا الشيء على واحد اربعه ولا ثلاثه ولا خمسه ديال الحلقات، كل حلقه مثلا بحال هكذا، واخا مره في الاسبوع مثلا كل يوم اربعاء بحال اليوم واحد جوج سوايع ولا جوج سوايع ونص منها. المهم نشرح في واحد الساعه ولا واحد السويعه نخليوها اللي عنده شي سؤال ولا، وباش ما نظلموش. راني معاكم. المهم جوج ثلاث حلقات اربعه خمسه سته سبعه، المهم ما حد كاين ما يتقال وما حد كاين الاسئله ديال الخوت والتدخلات ديال الخوت، راني معكم باذن الله. حنايا كما قلنا في الاول الهدف ديالنا هو التقاسم، تفيدوني ونفيدكم، واللي عنده شي معلومه يعطيها الاخر، ونصحوا الاخطاء لبعضياتنا. الوغ حنا الممارس ديال الدراجه الجبليه بحال اغلب الرياضات بغيناه يدرب على اسس علميه. الناس راه كتبحث ليل ونهار، راه ابحاث، راه ما هذا شوف راه ما كيقولوا لنا اجي ها كيفاش خصك دير تريني ولا خصك دير هادي ولا ما ديرش هادي. الناس ماشي كتخيلها ولا ابحاث ديال سنوات سنوات سنوات، ابحاث نظريه وابحاث ميدانيه وزيد وتجارب وزيد. كاين الحاجه اللي كتشد لهم 20 سنه 30 سنه عادي يجي يحطوها لنا يقول لك ها كيفاش كدير. ولا تقدر يمكن عاوتاني تجي واحد النهار هذيك النظريه يقول لك راه ما كانت صحيحه 100%. الوغ حنايا المهم بغينا نشوفوا اخر ما كاين في الميدان ديال التدريب حاليا. كاين اللي غادي يسول، كاين اللي يسول قال لك واش انت عندك شي ديبلوم، واش درت شي فورماسيون اكاديميك في هذا المجال هذا، واش منين كتجيب هذا الشيء هذا. انا الحمد لله كونت نفسي بنفسي، البحث كان قرا شويه ديال هذا. المهم بحث من هنا بحث من هنا معلومات بحكم الحب ديالي لهاد الرياضة هادي والممارسة ديالي هذا والعمل ديالي في الميدان ديال التربية البدنية وهذا. المهم الحمد لله جمع معلومات من حتى كونت واحد الرصيد الحمد لله ونشكره، مازال ما نبغى كيطور. بالنسبة ل عفوا حنا من غادي ندربو بواحد الطريقة صحيحة، شنو هو الهدف ديالنا؟ أول حاجة باش الدراج الممارس ديال الفي تي تي يستغل هذيك الامكانيات ديالو اللي عطاها له الله سبحانه وتعالى كامله اللي كاينه في الجسم ديالو. لانه من كت انت ممكن توصل لواحد المستوى معين، الا ترينيت بطريقه خاطئه راك ما غاديش توصل له. الو خصنا نوصلوا لو كور ديالنا الاكبر لاعلى مستوى ممكن. النقطه الثانيه وهي الهدف ديالنا انه تفادي ديال المشاكل الصحيه، لانه من كتريني بطريقه خاطئه راه يقدر هذاك الهدف ديالنا من هذه الرياضه اللي هو الصحه ديالنا راه ينعكس. بدل ما انت الصحه ديالك تستافد منه من هذه الرياضه هذه، العكس راك تنضر. كاين اللي راه وقعوا له مشاكل صحيه بسبب التدريب بطريقه خاطئه، مشاكل صحيه. المهم بزاف ديال انواع غادي نجيب غادي نجيبها الهضره من بعد. المسألة الثالثة وهي بغينا نتفاداو لو سيغ اونطخينمون، يعني اني نتريني كتر من القياس. راه بزاف اللي كتريني كتر من القياس يصدق. أول حاجة النتيجة ديال هاد لو سيغ اونطخينمون اللي هو لونطخينمون كتر من القياس، أول حاجة النيفو ديالك غادي يبدا يطيح، ثاني حاجة المورال غادي يمشي وغادي تبدا تكره هاد الرياضة هادي. صافي
بزاف اللي سمحوا في هاد الرياضه هادي ومشاو لدعاوي الشر غير بسبب هاد لو سيغ اونترينمون، لانه كان كيطريني اكثر من القياس، ماشي ضروري بالعدد ديال الساعات ديال لونترينمون، ولكن الطريقه باش كان كيطريني اكثر من القياس، تلقى راسو هو كيقتل راسو كيتقاتل، هو كيتسنى انه يوصل لواحد النيفو عالي. وعليكم السلام سي محمد، تبارك الله عليك وعلى سلامتك. كان يتسنى انه يوصل لواحد النيفو طالع، الوغ كو النيفو ديالو بدا كيطيح. مين غادي يبدا النيفو ديالو يطيح؟ واش تا انايا كاتل راسي باش نبروغريسي وانايا النيفو ديالي يطيح، صافي غادي نكره هاد الرياضه هادي، غادي يطلع لي في راسي. علاش راني فارع راسي انايا؟ غادي يمشي يبيعها ويمشي يشد القهاوي، ولا مشى شل شي مصيبه كحل عاد، متفاهمين؟ الهدف الاخر، الهدف الرابع ديالنا من ترينيو بطريقه علميه صحيحه، وهو انه نحاول انه هاد الدراج، هاد الممارس هذا ديال الفي تي تي يبقى في واحد هذاك، من يوصل داك النيفو طالع، نيفو عالي، نيفو ناسيونال ولا كاع انترناسيونال، علاش لا؟ هذاك النيفو ما بغيناش يبقى فيه غير هذا العام، يوصل لهذا العام وصافي يولي يرشيتي. طيب هذا فيك السيد بن شيبه، بغينا يبقى في هذا النيفو سنوات. راه شوف، راه بحكم التجارب، راه كل واحد في المدينه ديالو، مثلا في السيكليزم لانه هو اللي فيه لي كورس بزاف، وهذا الله يبارك فيك السي محمد، راه ديجا شفتو مثلا واحد بطل بين قوسين بان في واحد العام، ياك بان في واحد العام دار دي ريزولطا مزيانين، ربح دي كورس ولا كلاسه مزيان ومشى نيفو ناسيونال كاع يمكن، ولا ربح لي كورس ريجيونال ولا كاع يمكن، كاع عام ولا عامين كاع ماكسيموم، ومن بعد اختفى، يمكن حتى شي واحد ما كيبقى يسمع عليه، النيفو ديالو طاح. حنايا في الثقافه الشعبيه ديالنا الدراري بيناتهم اللي يكونوا هذوك كذا، واش كيقولك؟ اللي كيقول لك حرق راسو، هو هذا المصطلح، هو هي هذه القضيه راها صحيحه علميا صحيحه، واخا ماشي هذا هو المصطلح اللي خصو يتستعمل، راه ماشي حرق، راه ماشي خشبه هذه غادي نحرقوها، ولكن هو فريمون راه حرق راسو. كاين شي واحد كيقول لك لا، هذاك كان الدوبا، الدوباج راه خدم له واحد العامين ولا وصافي، المهم ما بقاش داك الدوبا، صافي مشى للمفعول ديالو، السيد مات، النيفو ديالو طاح. ولكن القضيه الصحه هي هذيك القضيه اللي كيقولوا انه هذاك مسكين حرق راسو وتحرق صافي، هو ستان سيغ اونترينمون، راه ترينا بطريقه غير صحيحه وفرصه على راسو اكثر من القياس ومشى للحضيض. حنا درك بغينا نتفاداو هذا الشيء كامل، هذا هو الهدف من هاد الفيديوهات هادو اللي غادي نديرهم باذن الله، وهاد التكوين هذا كونوا بعضياتنا ونبحثوا باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد القرسيفي هذاك محروق من عند الله. عليكم السلام ورحمه الله السي طارق. الوضع واحد القضيه اخرى بين قوسين، الفرق ما بين شحال هذه الخوت، اذا كاين شي واحد اللي كيسمعنا للممارسين القدام اللي هذه مثلا 20 سنه ولا هو كيمارس هذه الرياضه ولا حتى السيكليزم ولا اكثر من 20 سنه، الفرق ما بين مثلا التسعينات واليوم، هاد السنوات اليوم بكري المعلومه ما كانش، كيما عندك مين تجيب لها انفورماسيون، خصك شي واحد يقابلك، خصك شي واحد اللي يفوت لك الميساج، شي واحد اللي كتسوله. اليوم الحمد لله، الحمد لله ونشكره، انترنت كاين، لي سيت كاينين، كلشي موجود. التسعينات كانت مثلا، انا كاع قبل ما ندير الفي تي تي كنت كندير الماراطون هذا باش نقلب على داك الشيء، ولا كنمشي نشري المجلات المختصه وكنضل نبحث ونقرا، وهذا ما كاينش انترنت، حاجه تلقاها وحاجه ما تلقاهاش، والمهم مشكله. اليوم لله الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بخونا في الجزائر، مرحبا بك. اليوم انترنت موجود، كل شيء كاين، هي القضية ديال الانترنت والمعلومة اللي متوفرة اليوم هي مسألة منها إيجابية منها سلبية، المهم غير خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوها. الإيجابي فيها أنه المعلومة راه إشاراتك، رأي الإنسان اللي قاري شوية ويعرف كيفاش يبحث، هذا ما بين قوسين ما تطلعش حتى لشي واحد، تسنى شي واحد عادي يجي تسولو على هادي ولا هادي يبقى يتكسل عليك، معلومة حداك شيرشي وبحث ونتايا صاوب داكشي ديالك. ألوغ الجانب السلبي انه المعلومات كثيره ومتنوعه ومتشعبه وتمانين فيها خاطئ، وحتى الا ما كانش خاطئ راه ما كيصلح لكش نتايا، يصلح لواحد اخر، خص تعرف كيفاش، خصنا نعرف كيفاش نبحثو وكيفاش نجيبو المعلومه ونوظفوها مزيان. الوغ بالنسبه للمهنه ديال التدريب، باش نكون باش باش باش
باش ألم بهذا المجال ديال التدريب، لأن هذا هو من الأخطاء اللي دارتها الجامعة. وعليكم السلام سي عبد الكريم. بين الأخطاء اللي دارتها الجامعة مثلا في هذا التكوين ديالها، هو الطريقة ديال الانتقاء ديال الناس اللي غادي يديروا هذا التكوين هذا. حنا ماشي، أنا شوف، أنا باش ما يتهمني حتى شي واحد بالإقصاء ولا شي حاجة، أنا ماشي غير باغي نقصي فلان ولا فلان. أصلا أنا هاد الناس اللي كنعرفهم ما عرفش لو نيفو ديالهم، لأن أنا قريت غير الإعلان، الإعلان اللي دارت ولا فيديراسيون ديك الوقيته. قلت لك أودي راه كدا كدا كدا، اللي باغي يتكون في مجال التدريب خصو يكون أفيليه، ومهم ينتمي للنادي، ما هادشي ماشي شغلنا. درت ولكن خصو يكون المستوى ديال الدراسي ديالو الإعدادي. راه شوف، مع احتراماتي للناس اللي وصلوا غير الاعدادي، ما يمكنش تكون ان اونترينور بالنيفو ديال الاعدادي. ابغيت ولا كرهت، راه ماشي انا اللي كنقول هذا الشيء، وماشي شي حد اخر اللي كيقول هذا الشيء. هذا كيفرض الواقع، لانه شوف، الا بغيت ندير ان بتيت فورماسيون غير باش نعرف الخطوط العريضه ديال التدريب، ما كان حتى شي مشكل. ولكن باش نولي ان اونترينور ديال بصح، راه ما يمكنش. راه مول الباك ويطلب السلامه. عليكم السلام سي ابراهيم. سي ابراهيم، هذا الشيء ديال الفيلو كدا حتى هو كيلعب دور، ولكن راه واش غادي نقول لك، يمكن ما يديباسيش 10%، ما عندنش. المهم يمكن لو بلافون هو 10%، ولكن المهم غادي نوليو لهذا الشيء هذا، ماكسيموم 10% امون نافي. يعني هاد القضية توكلا سي عبد الواحد، هاد القضية ديال التدريب باش تكون مدرب، راه خصك تضبط واحد المفاهيم علمية، خصك تكون عارفها. بعدا راه خص يكون عندك تكوين علمي، لا فيزيولوجي، لاناتومي، لا بيوميكانيك. راه الا ما كنتش تعرف هذا الشيء، ما يمكنش نفورميك انا في المجال ديال التدريب. مدرب، كنهضرك على مدرب ديال بصح. ما انا هذا الشيء حنا اللي كنديرو في هذا الفيديو ديالنا، حنا بغينا غير كل واحد كيعرف يدرب غير راسو. ولكن باش نقابل انايا بزاف ديال الناس وبزاف ديال الدراجين، خصني نكون ضابط هذه الامور هذه، وراه ماشي سهله. الناس راه قضات سنوات باش توصل لهذا الشيء هذا. المهم جاوب بالتوفيق للجميع. وهذا الشيء المهم جرنا لواحد النقطة أخرى، هذا هو بيت القصيد. بيان سور بيان سور سي نور الدين، أنا غادي نحاول ما أمكن أنه ما غاديش نتعمق في هذه المفاهيم العلمية، ونحاول ما غاديش نستعمل شي مصطلحات اللي صعيبة، وشي مصطلحات اللي ما غاديش يفهموها الخوت. غادي نحاول انه نستعمل واحد اللونجاج اللي يفهموه الجميع، كي اللي قاري كي اللي ما قاريش، واحد اللونجاج عادي. المهم المعلومه توصل للجميع بسلاسه. كاين السي رضوان، احنا عارفين هذا المشكل، كاين راه كاين مطروح. غير الدراج خصو شويه ديال التضحيات، وخصو يتقاتل شي شويه. اما الا بقينا نقولوا ما عارف اللي ما عندناش الوقت، حتى انا ما عنديش الوقت، وحتى انا شي مرات كنخرج نتريني قبل الفجر. الناس راه شي مرات من في المجتمع، من كتنوض الناس تصلي الفجر، راه ضارب واحد الساعه ولا، لانه خدام مع 8، خصني مع 7 نكون في دارنا دوشت وهذا باش نمشي نخدم. وشي مرات العكس، شي مرات من يقول المغرب الله اكبر، عاد انا نقلع عاد خارجين. ضروري شويه ديال التضحيه، ما عندك ما غادي دير تضحيه مع الوقت ديالك، العمل، الاسره، هذا ما دير. كاين اللي توفر له الوقت مزيان، ولكن اللي ما توفرلوش ما عندك ما غادي دير ضروري. الوغ قلنا غادي نحاول نستعمل واحد اللونجاج اللي كاملين نفهموه. المهم كلشي يفهم الميساج، يوصل للجميع. بارك الله فيك سي محمد، الله يرحمك الوالدين. استغفر الله. الوضع قبل ما السلام اخي، اخوكم تبارك الله الاخ من الجلفه، معليش انت متابع، تبعنا انت، شوفنا غير بعينيك، راك بحال الا مارست. الله يسهل الامور. بالنسبه اول حاجه باش، لانه شوف كي نولي النقطه اللي قلتها في الاول. دوك مين كيجي شي واحد يقول لك راني باغي نتريني، كيجيك مباشره التاليه كيجيبها لك الاولى، بغيت ان بروغرام، اعطيني بروغرام باش نتريني. اسمحوا لي شويه ديال الدوباج. وهي راه ما يمكنش انا نصيفط لك ان بروغرام دونتريمون، نعطيك بروغرام دونتريمون غير هكا. خصني نعرف المؤهلات ديالك، نعرف الوقت ديالك، نعرف الاهداف ديالك، شحال تقدر تريني مره في السيمانه، التاريخ ديالك في هاد الرياضة هادي. مكنش غير نجي هكدا ونعطيك، خاص تكون معايا ونهضرو لي ساعات طويلة،
الله يعطيك الصحة سي ياسين، بارك الله فيك. عاد نوصل البروغرام واخر حاجة، شوف راه اللي تبع معايا هذا الشيء، هاد الحلقات الثلاثة ولا أربعة ولا اللي غادي نديروهم بإذن الله، شفت اللي تبع معايا هاد الشيء كامل وفهمه، أقسم لكم بالله ونحلف بالله راه عمرك ما غادي تمشي تسول شي واحد وعطيني بروغرام دونترينمون، راه أنت غادي تبقى تجلس وقع حتى ما قاريش وتجلس وغادي تصاوب البروغرام ديالك غير بوحدك، وتصاوبه وتعدله، وإلا كانت شي حاجة وقع شي مستجد ولا شي ظروف تبدلت راه غادي تعرف كيفاش تمودي فيه وتبدل هذاك البروغرام ديالك، راه تولي أنت هو المدرب ديال راسك. أول حاجة خصنا توفر عند الممارس ديال الفي تي تي هو أنه خصنا هاد الرياضة من نديروها، خصني توجور نديرها افيك بليزير، دايما نديرها وانايا فرحان وانا دايما موتيفي، خصي يكون فوقاش تعرف انه كاين الخلل، كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، نهار اللي كتحس براسك انه نايض كتريني بالسيف عليك. انا مثلا عندي كورس، عندي سباق نهار الحد الوافلاني، باقي لي جوج سيمانات ولا ثلاثه، وانايا نايض الصباح نتريني مع السبعه ديال الصباح ولا بالسيف عليا، غادي نول المشكل ديال العجز. مول العجز ما خصوش يدير الرياضه، الرياضة راه الأهداف ديالي أنها تحرك العجز الأخ. نهار اللي نحس أنه راني كنتريني بالسيف عليا غير باش نوجد لهاديك الكورس راه ما كاين والو، والله العظيم راه هاديك الساعة كاع ما تجيريش الكورس، غير روح قلبها سياحة وخطيك من شي كورس. سي مروان شوف راه ما كاينش وقيتة زينة للسبور، أي وقيتة مزيانة فوق ما توفر لك الوقت مزيان، هي من الأفضل الصباح، الصباح بكري مزيان، علاش؟ الهواء نقي وبنادم ما كاينش، احسن حاجه تفهمين، احسن حاجه، لانه قلت ما كاينش بنادم اللي برزتك، ما كاينش الطوموبيلات، والهواء نقي، البوليسيون كتكون شويه ناقصه، وبنادم عاد لو كور ديالو مازال اون فورم، مازال ما خدم، مازال معيا، وهذا مازال يبدو ان هناك خلل في صوتك سي ابراهيم. شوف إذا جيت نهضر على التيتون ديزير ما غاديش نكمل، الو انه موضوع طويل وهذاك سباق من نوعين خاص، انا نفضل انني نخليه لوقيت اخرى، وفكرني انت به، الله يجازيك بخير باش ما ننساش، منين نوض نهضر على لا كومبيتيسيون هذا نهضروا عليه، غادي نوصلوا ما نعرف المره الجايه ولا اللي موراها نهضروا على لي كومبيتيسيون، نهضر لك التيتون ديزير بالتفصيل. كاين شي اخ قال لك راه كاين شي خلل في الصوت، الا كان شي خلل في الصوت قولوها لي، الله يرضي عليكم خويا. ماشي العجز المورال ديال الفي تي تي مابقاش، واش سي ياسين هو هذا هو اللي هذا هو اللي كنهضروا عليه؟ ها خويا ياسين، سي ياسين من اكادير، لحقاش انا التفكير ديالي من الاول خطا، الا كنت من الاول انايا مفكر انه غادي ندير الفي تي تي غير باش نولي ان شامبيون ولا باش هذا ولا غير باش نجري لي كورس ولا، راه القضيه ما خداماش، انا راك عارف البلاد ديالنا كي دايره. شكرا اخويا مروان، عارفين بلادنا كي دايره، لي كورس كيجيو وكيتقطعوا، كورس في الشهر يقدر واحد العام ما يكونوش كاملين. الله يعطيك الخير السي طارق. الوغ الا كان الهدف ديالي هو غير لي كورس، كيما سيرتو انا الظاهره شايفها في السيكليزم بزاف، بدا هنايا عندنا في وجده، لان اللي مولين بهذا الشيء مزيان وشايفه العام باش كيكونوا لي كورس القضيه محركه، كلشي كانوا يشري البسكليتات الماتيريال وكلشي كيتبهني، اون فوا شي عام تكون القضيه ميته برديه لي كورس ما كاينينش، 70% ديال لي كورا كيبيعوه. شكرا السي احمد، كلشي كيبيع البسكليت ويعطيها الراحه، الله يبارك فيك السي انس. هادي من بين الامور اللي راه كنت عاد باغي نهضر عليها، انايا من مارس هاد الرياضه نعرف انني راني في بلاد، واحد البلاد اللي كتمارس في اطار الهوايه وشي حاجه اللي قل من الهوايه كاع، انا نديرها لصحتي، المورال ديالي، النشاط مع الدراري، ونخلي غير واحد 20%، واحد 20% هي اللي نخليها لي كورس. راه هادي ماشي شي رياضه اللي غادي تاكل بها الخبز ولا اللي غادي توصل بها لشي حاجه، الا كانوا غادي يوصلوا جوج ولا ثلاثه ديال الناس راه الالاف ديال الممارسين. حياك الله سي سيمو، سلمنا على الخطر والاخوان ديال الناظور كاملين. الو باش نكمل، استغفر الله، نولي نلخص هاد النقطة التالية اللي هضرت عليها لأنها مهمة بزاف 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 بزاف. هاد
حياك الله سي سعيد. النقطة اللي مهمة بزاف قلنا أنه هذه الرياضة خصني نمارسها عن حب، خصني الصباح نفيق من النوض نمشي نتريني النوض وأنا ناشط، مين نسمح في هذاك الفراش وفي هذاك الوسادة والدفء ديال الفراش والنوض أنايا باش نمشي نخرج في البرد، وهذا نديرو أفيك بليزير نشاط. نهار قلت لكم نهار نحس النوض بالسيف عليا لأنه راني كان بريباري واحد الكورس ولا هادي، ومكاره هذيك النوضة ولكن مهم بالسيف عليا. السلام ورحمة الله سي محمد سي مصطفى، تما راه كاين شي خلل، كاين شي حاجة ما خداماش، شي حاجة ماشي هي هذيك، أنه الممارسة ديال الرياضة خصها تكون مقرونة بلو بليزير. شنو نديرها افيك بليزير، ديرها بالفرح، ديرها انت يا موتيفي وناشط وباغي داكشي اللي ديره، كن على يقين أنه غادي تمشي بعيد وغادي تستافد بزاف من هذه الرياضة هذه وغادي تعطي. الوغ اول حاجه غادي ندخلو في صلب الموضوع، كيفاش غادي نديرو نترينيو؟ سي كمال اخويا نكذب عليك، زعما انا راه ما كنبيع ما كنشري في هذا الشيء، هذا ما كندير تجاره، راه كاين لي جروب اللي كيبيعوا هذا الشيء في هذا لي جي بي اس وكذا، تقدر تما وتشوف وتسول. و سي عماد هذا غلط كبير، بنادم يمشي بروغريسيفمون شويه بشويه، المهم نشوف. راه كاين كل واحد والنشاط ديالو، راه كاين اللي النشاط ديالو انه كيمارسها في اطار الجماعه، كاين النشاط ديالو انه يتسابق مع الدراري، كاين اللي كيبغي بوحدو كيبغي خلوي لا سوليتود. الله يسلمك السي انا، سلم الاخوان كاملين الله يجازيك بخير. كل واحد وفين كيلقى البليزير ديالو. انا شخصيا بحكم ظروف العمل وهذا، واحد يمكن واحد 90 حتى 95% كنتريني بوحدي، دي صورتي ديالي بوحدي. بارك الله فيك السي سعيد، سلمنا الخوت ديال مراكش كاملين الله يرضي عليك. كنمارسها بوحدي وبخير، وهذاك هو النشاط ديالي، نوض الصباح ونهز الساك ديالي الماكله ديالي هذا، ونخرج للطبيعه ونتريني كنت بيت، ونمشي نفطر في الطبيعه عادي نورمال. نجي عاود ثاني ديك الوجده في العطله ولا كنخرج مع خوتي، شويه ديال النشاط والضحك والتصاور، وجري عليا نجري عليك، وطلقني نطلقك، وانت هذاك داخل في اطار النشاط وبخير. كاين اللي مثلا كاين اللي عنده الا خرج بوحدو ما عندها معنى، كيقول لك انا ماني نخرج بوحدي كيجن، كيقول لك الرياضه هي النشاط ومع الدراري وهذا وهذا لومبيونس، جري عليا نجري عليك ولاشيني لاشيك. المهم قلت كل واحد وفين يلقى البليزير ديالو، غير انت خصك تعرف داك الشيء اللي راك باغي وتحدد الاهداف ديالك اللي من هاد الرياضه واللي رحنا جايين لها. قلنا اول حاجه، اول نقطه غادي نمشيو لدوك لصلب الموضوع، غادي ندخلو حنايا بغينا غادي نبداو نترينيو لي ريسك سوفاج، لي بيست سوفاج. سي ابراهيم كل واحد على حساب المنطقه فين نتايا، على حساب كذا، خصك تلقى حل ما عندك ما غادي دير. الا ما يمكنش تخرج بوحدك وعارف بلي لا سيكوريتي ما كايناش، وعارف بانه كاين لي زاغريسيون تما وكاين هذا، ما تخرجش بوحدك، اخر السلامه ديالك هي الاولى. هادشي اللي حنا كنقولو، هادشي اللي رحنا سي سيمو اش قالك لا مشكلاسيون جوج من لونطريينمون، غادي نوصلها حتى هي ولكن كاينه. عليكم السلام ورحمه الله. سي عبد الله بسم الله. سي ابراهيم انت ادرى، حنا الى غادي الى غادي هاد الرياضه فيها لي ريسك، مين تخرج نتايا وكيما قلت كاين لي ريسك داغريسيون ولا هذا، خويا ما عندنا حنا خارجين باش نتكريسا، ما تخرجش اخويا بوحدك الا ما كاينش الجروب، ماشي ما تخرجش. هاد لي بيس، هاد لي سونتيي سوفاج، ياك الله السي محمد بارك الله فيك، هاد لي بيست سوفاج ما نمشيلهمش بوحدي الا فيهم لي ريسك. نهار اللي نكون بوحدي نشد الكوردون خاسر والو، نهار اللي يكونوا معايا الدراري يكونوا ثلاثة أربعة وعارف ما غادي يقرب لنا حتى شي واحد، نشد لا بيست كان حتى شي مشكل. الو نولي للنقطة اللي ما بغاتش كاع نوصل لها، كل مرة كتجي كومونتير. أول حاجة والله يرضي عليك، تبعوا معايا مليح قبل ما نبدا لونطخينمون. نفترض حنا غادي نبداو أزيرو، عاد غادي نبداو لا سيزون، نبداو العام، خصني نعرف الجسم ديالي واش تاع فيه، منين غادي ننطلق، لانه انايا انا كل واحد راه باغي يحسن النيفو ديالو، يحسن المستوى ديالي. انا راني عندي واحد المستوى معين ولكن باغي نزيد نطلعه، الوغ كيفاش غادي ندير؟ خصني بعدا اول حاجه نعرف لو نيفو ديالي اكتويال، سواء كنت ممارس قديم ديجا كنمارس وكنجري السباقات وهذا وهذا وهذا، ولا ما كنجريش السباقات وكنت نمارس، ولا عاد بديت في هذه الرياضه هذه،
وزيد 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 وزيد. المهم نعرف كاين سيرفر، نعرف النيفو ديالي، المؤهلات ديالي. هي نورمالمون في دول اخرى اللي هي ماشي بلادنا، ماشي المغرب، كاين دي لابوغاتوار، كاين دي تيست كيندارو في اللابوغاتوار. كاين لابوغاتوار كتمشي واحد 700 درهم ولا 800 درهم، حتى 100 اورو مرة في العام كيندير داك لو تيست، يحسب لك لا فيو دو ماكس، يحسب لك كل شيء. المهم يعطيك ان بيلون، كيقول لك ها فوالا انت كي داير، ها الجسم ديالك ها فين ممكن توصل. حنا ما عندناش هذا الشيء في المغرب. كاين يمكن ان سو لابوغاتوار في كازا ولا في رابا اللي كيدير هذا الشيء، وبشي اثمنه اللي ما ماشي في المتناول ديال الاغلبيه ديال الدراجين. قالوا هذه النقطه نتجاوزوها، ماشي ما مهم، غير متاحه لنا. حنا جوج حوايج اللي غادي نديروه. توحشك الخير سي رضوى، بارك الله فيك. سلمنا على الخوت ديال صفرو، واخا ما راكش في صفرو. يمكن جوج حوايج ضروري ومؤكد كل دراج يكون عارفهم بعد اول حاجه اي ممارس، وهي لا اف سي ماكس لا اف سي دو روبو. غادي نشرح لكم واش هي لا اف سي ماكس، وهي لا فريكونس كاردياك ماكسيمال، يعني على هي دقة القلب القصوى اللي ممكن الدراج يوصل لها، واش 200 ولا 220 ولا 300. عليكم السلام سي أبركان تطوان، سلمنا على خوت ديال تطوان. والمسألة الثانية لا اف سي دو روبو، هي لا فريكونس كاردياك في لو روبو، هي الدقات ديال القلب ديالي من يكون مرتاح، ومن الأحسن في الصباح من نفيق. هادو ضروري ومؤكد، لأنهم عليهم غادي تبنى جميع التدريب ديالي، كاع لونترينمون ديالي غادي يتأرتيكيلي على هاد الجوج، لا اف سي ماكس لا اف سي دروبو. المهم غير بين قوسين، انا كنت نفضلو كان كانت عندي السبوره، لانه راك عارف العطله وما رانيش في الدار ديالي، وكان كانت السبوره غادي نكتبو داك الشيء. المهم غادي تكون الامور اوضح، ولكن ما متوفراش في هاد الساعه، حياك الله سي خالد. ماشي مشكل، غادي نقضيو غير باللي كاين، ولكن نعاود لهم مزيان باش يلصقوا مزيان في الدماغ. اول حاجه لا فريكونس كاردياك ماكسيمال، يعني لي باتمون دو كور، الدقات ديال القلب. سي طارق راني جايك لهاد لا فورمول هادي اللي كتبتها، هذاك راه ماشي خطا، ولكن المهم غادي نولي لها. لا فريكونس كاردياك ماكسيمال اللي هي دقه القلب القصوى اللي ممكن القلب ديالي يوصل لها في لونترينمون. طبيعه الحال كما كتب لنا السي طارق هنا في الكومونتير، كاين واحد لا فورمول، فطلع لك السي مراد، سلمنا على الخوت ديال المريض كاملين. كاين واحد لا فورمول اللي هي 220 ناقص موان لاج ناقص السن ديالك. يعني مثلا انا عندي 40 سنه، غادي نجي ندير 220 ناقص 40 غادي تعطيني 180، يعني الدقات ديال القلب ديالي القصوى هي 180. واحد اللي عنده 20 سنة غادي يدير 220 ناقص 20 هي 200. الو غادي الحسابات ديالو كاملين غادي يبنيهم على ديك 200. ولكن هاد لا فورميل قديمه قديمه، راه عندها اكثر من 40 سنة باش ندارت، ولا 50 سنة. وهي حياك الله خويا من تمسام مع السيابات كان. ولكن هاد لا فورميل تيوريك نظريه، وفي الواقع ما كتنطبق الا على الفئه قليله جدا. الوغ انا كيفاش غادي ندير نحسب هادي؟ خصني نعبرهم، ندير واحد لو بتي تيست ساهل ماهل. غادي نخرج واحد النهار نتريني، ندير اني شوف مون نسخن مزيان واحد 30 ولا 40 دقيقه، نسخن مزيان نشوف شي طليعه، شي عقبه تكون فيها لابونت شويه، المهم شي عقبه تكون شويه قاسحه. بارك الله فيك السي رضوان. ولكن بشرط كنا قلت نكون سخنت مزيان، تندير ان بون ايشوفمون، نشوف شي عقبه تكون شويه قاسحه، وغادي ندير واحد لي فور ماكسيمال لمده واحد الدقيقه تقريبا. يعني هذيك الطلعه غادي العقبه غادي نطلع فيها ابلوك، نحط اللي عندي لو ماكسيموم بوسيبل، بحال راه كاين الخط ديال الوصول في الراس ديالها، لمده واحد الدقيقه، ونشوف القلب ديالي شحال غادي يوصل. طبيعة الحال باش غادي نعبر هاد الشيء هذا، خص يكون عندي امبيلسومتر، يعني هذيك الساعة ولا هذاك الجهاز اللي كيعبر الدقات ديال القلب. وهذا من النقط اللي غادي نولي نهضر عليها. المهم من بعد إذا كان شي واحد من الإخوان ما فهمش هاد النقطة، نعاود لها، ما كان حتى شي مشكل.
قلنا نديرو هاد لو تيست. لو تيست ضروري نديره سيغ لو تيغا، ومن الاحسن ما نديروش مره واحده، نديرو واحد جوج مرات ولا ثلاثه باش نحيد الشك. يعني ندير هاد لو ندير المره الاولى خلال في ديك الخرجه، قلنا نسخن مزيان واحد 30 40 دقيقه، نسخن مزيان بشويه عليا، غادي نبقى نطلع في لو ريتم ونشوف من الاحسن شي عقبه، شي عقبه تكون مزيانه، لا بون تكون شويه شويه طالعه واحد 8 ولا 10%، ونجي ندير واحد الدقيقه، دقيقه ولا دقيقه ونص باني فور ماكسيمال، نحط هذاك الشيء اللي عندي كامل، كاع الجهد ديالي نحطه في هذيك الدقيقه. نورمالمون راه تما القلب ديالي غادي يوصل لو ماكسيموم ديالو اللي ممكن يوصله، وغادي نسجلها باش نحيد الشك. نرتاح واحد نص ساعة، نعاود تاني كنموليني غير بشوية عليا، ونعاود هذاك لو تيست، ولا نعاود له كاع نهار اخر واحد دو جور من بعد، ولا الله يحفظك السي بدر، تمنى على الناس ديال تسامان كاملين، ونعاود هذاك لو تيست كامل. ضروري ضروري يا اخي ضروري، ما يمكنش راه ما يمكنش تريني بلا بيه. جري السي طارق مزيان، حنا غير بغينا نبقاو في الاطار ديال كاين اللي ما يقدرش يجري، كاين اللي ما عندوش مع الجرى، كاين اللي غادي من يجري ما يقدرش يفورني هذاك لي فور ماكسيمال، الور نبقاو في الاطار ديال الرياضه ديالنا، بيسكو حنا بالفي تي تي من الاحسن يديرها بالفي تي تي، من الاحسن نبقاو في نفس الاختصاص في نفس الرياضه باش تكون النتائج احسن. الور هذه بالنسبه الور من غادي نلقى مثلا، غير باش نعطيكم مثال، مثلا انا يا شخصي انا في عمري 40 سنه، الا مشيت ندير هذيك لا فورميل تيوريك اللي هي 220 ناقص السن ديالي، 220 ناقص 40 هي 180، الور كو انايا الا خرجت درك غادي نديرها غادي نوصل 200، 200 نوصلها فاسيلمون نوصلها، ونقدر نديباسيها الا درت شي ايفور ديال الهبال. الور من الاحسن نديرها في لو تيغان. من غادي نحسب هذيك لا اف سي ماكس اللي هي لا فريكونس كاردياك ماكسيمال، يعني الدقات القلبيه القصوى ديالي، نسجلها. لقيت انا مثلا 200، حنا غادي نستعملو 200، غادي نسجلها. تبارك الله يبارك فيك السي الشهباري، نسجلها عندي في ورقه 220 200، ونعقل عليها مزيان نحافظ عليها، لان غادي من بعد غادي نستعملها في الحسابات اللي غادي نديرهم في الحصه الجايه ان شاء الله. الله يبارك فيك السي الشهباري، الله يعطيك الخير. سي ناصر على قلت لك ما كاينش شي حاجه مضبوطه، ولكن المهم تكون عقبه، تكون طلعه 8% 10%، المهم تكون شي حاجه اللي شويه قاسحه اللي غادي تفرض عليك انك دير واحد المجهود اللي كبير بزاف. 8% كافيه، وقلت لك راه ماشي ضروري تكون ديك العقبه طويله، امير ام بوس، لانه راه ما غاديش نديباسي دقيقه، كاع دقيقه كافيه. روح السي سفيان، حنا قالي حنا بغينا المعلومات تنتشر، بغينا يستافدوا اكبر عدد ممكن ديال الاخوان. انايا عندي فريق ديالي، واخا هو ماشي فريق مكون، الله يبارك فيك السي ناصر، ماشي فريق رسمي، ما مؤسس، ما جمعيه، ما منخرطين، ما والو، صحاب بيناتنا كنترينو مجموعين كنتلاقاو، هذا كنديروا الخرجات ديالنا. راك غالبا راك في لاباج، الا راك متبع لاباج راك كتشوف التصاور ديالنا ديال لي صورتي، ولكن هنا بغينا المعلومات عام، بغينا الاستفاده عام للجميع. راه حنا خوت كما قلت، راه حنا واخا قاعد تفرق بيناتنا المدن، كل واحد في مدينه، كاين خوت معنا من ليبيا، من الجزائر، الدول، راه حنا قاع، ولكن وعليكم السلام ورحمه الله سيونس، ولكن حنا راه اللي كيجمعنا هو هاد الرياضه هادي. شحال من كيلومتر كيخصني نقطع في اليوم باش نحافظ على اللياقه البدنيه؟ فيتيس غادي نوصل لهاد النقطة السي محمد، غير بقى معنا وغادي نوصلوا لها تدريجيا بإذن الله. الله يبارك فيك السي عبد، بارك الله فيك. قلنا أنا حسبت لا فريكونس كارديال ماكسيمال اللي هي قلنا الدقة القلبية القصوى ديالي، نسجلها عندي. قلنا مثلا غادي ندو المثال ديال 200، أنا لقيت 200 غادي نخليها، لأن من بعد غادي نحتاجها في الحسابات اللي غادي نهضروا ليهم الحصة الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي. المسألة الثانية اللي غادي ضروري نكون عارفها، وهي لا فريكونس كاردياك دو روبو اف سي ار، هي الدقات القلبية ديالي من كنكون مرتاح. بيان سور سنو دينا هادشي اللي كنا كنقولو ضروري، لا فريكونس كاردياك ماكسيمال خصها تكون عارفة.
نقطة أخرى باش ما ننساهاش، هاد لا فريكونس كاردياك ماكسيمال، هاد لو تيست ماشي غادي ديرها، ما غاديش تبقى للأبد. أنا إذا لقيت 200 مثلا في هاد لو تيست اليوم، راه ما غاديش تبقى حياتي كلها وهي 200، راه غادي تبدل، راه تقدر في نفس لا سيزون تبدل. يعني هاد الحساب هذا نورمالمون، انا بديت لونطرينمون مثلا في جونفي، غادي نبدا لا سيزون ديالي نتريني، درت لو تيست، غادي ندير الحسابات ديالي على اساس 200 هي الماكسيموم، درت البروغرام ديالي، نورمالمون غير نفوت واحد 3 شهور ولا 4 شهور، خصني نعاود داك لو تيست، بدا او موا واحد جوج مرات في العام هذاك لو تيست نعاود، ولا تقدر تبدل هذيك على حساب النيفو ديالك، سيرتو الى النيفو ديالك سبورتيف تبدل بزاف، راه غادي تبدل هذيك لا اف سي مارك، تقدر تبدل بواحد 10 ديال الدقات ولا اكثر. عليكم السلام ورحمة الله سي عزيز. يعني ضروري تفوت 4 شهور 5 شهور 6 شهور نعاود داك لو تيست، لان نقدر نعاود الحساب كامل. المهم قلنا 200، قلنا النقطة الثانية وهي لا فريكونس كاردياك دو روبو، هي الدقات ديال القلب ديالي من يكون مرتاح، وهذا راه واحد المؤشر مهم جدا 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 على المستوى ديالي في راه واصل 250. ماشي بالضروره، شوف هي سي بن باز ما شاء الله، هاد واش خصني تكون قل ولا اكثر؟ شتي هي مبدئيا زعما داكشي اللي كنا كنقراو شحال هادي، كيقول لك خصها تنزل. اسكو سانتا كروز او دينا ما كنفهمش في الماتيريال مزيان، كنمشي عليك السي كمال، زعما في سانتا كروز راه ماركه معروفه وكدير غير لي فيرو اللي مزيانين. انا ذلك السنوف دينا هو مثال، لاج ديالو 47 عام، الا مشينا نحسبو راه غتعطينا 173، ولكن هو عنده 204. الله يرضي عليك. هذاك لا فريكونس كاردياك في الروبو مؤشر مهم جدا 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 على الحاله الصحيه والحاله الرياضيه ديال كل دراج، واللي هذه خصها تعبر يوميا. يعني شوف الصباح من نكون احسن وقت باش نعبرها هي الصباح من نفيق، مازال غادي نوصلوا السي فتح الخير، غادي نوصل لهذا الشيء، هذا غير صبر معنا شويه. احسن وقت باش نعبر الدقات ديال القلب في الراحه هي من نفيق من النعاس، الصباح من نفيق بسم الله اول حاجه قبل ما نوض من الفراش ديالي نعبر لي بيلساسيون ديالي، نعبر الدقات ديال القلب ديالي شحال عندي من دقه في الدقيقه. يعني ومن الاحسن انه كما داير انا وكما ينصح به ندير واحد، شوف غادي نشد ورقه غادي ندير فيها جدول، ياك اسهل ما يكون، غادي نبقى ندير هنا التاريخ، هنا ندير الدقات ديال القلب. لا شكرا على واجب، مرحبا. يوميا خصك تخطط حتى نهار، هذاك حدا الناموسيه ديالي حدا راسي، ونحط نهار 1 يناير 2 يناير، شاد الورقه من الاحسن وجدوها على 9، تكون عندك واجده، تكون عندك ديال العام كامل باش ما تعقش. الله يرضي عليك السي سينو ديال 15/4، غادي نشرح لهم من الاحسن. بحال دوك هو بدا هذوك الوراقين صاوبهم الناس اللي عندهم شويه مع الانفورماتيك كيخدموا في البيسي، تصاوبوا في الاكسل باسهل، في دقيقه تصاوب هذاك الشيء كامل، تصاوب ديال العام كامل ها هي محطوطه عندك عند الراس، تصاوبها كاع تقدر ديرها سبيرال على شكل كارني، يوم 1 يناير 2 يناير 3 يناير 4 يناير، وزيد وزيد وزيد، وهنا تخلي واحد الخانه اللي غادي دير فيها لا فريكونس كاردياك، وغادي تبقى تسجل كل صباح، تسجل لا فريكونس كاردياك اللي لقيتها، شحال لقيت من دقه ديال القلب، غير تفيق هي الاولى تبدا بها تعبرها. مثلا انايا نهار 1 يناير 1/1 لقيت 45، نكتبها. نهار الجوج 46، نهار الثالث 43، وزيد وزيد وزيد، وداك الجدول اللي بقى عندي. الو دوك هاد لا فريكونس كاردياك دو روبو اللي هي الدقات ديال القلب في حاله راحه، فاش غادي تنفعنا في النظر ديالكم؟ نشوف واحد الدقه، هي قلنا هادي مؤشر ديال التطور ديال المستوى ديالي. نورمالمون شحال ما المستوى ديالي طلع، شحال ما هاد الدقات ديال القلب في الروبو في الراحة كتنزل. غير باش نعطيكم مثال وتفهموا، الا شدينا واحد الانسان اللي عمرو في حياته ما دار رياضة، انسان في عمرو مثلا 30 سنة، الله يعطيك الصحة ويسلمك بارك الله فيك، عنده 30 سنة او 35 سنة، عليكم السلام سي هشام،
ما عنده حتى شي علاقة بالرياضة، الماكلة والنعاس والكرش خارجة والمهم وأشياء أخرى أتحاشى ذكرها، غادي تمشي تعبر الدقات ديال القلب ديالو في الروبو غالبا غالبا، ما غاديش تهود على 70 غالبا، تلقاها 70 80 تقدر تلقاها حتى أكثر. إنسان اللي شوية ماشي إنسان رياضي وماشي إنسان كسول، بينو وبين ماشي شي رياضة، مرة كيلعب داك الماتش ديال الكرة، مرة في الزمان، واخا ما كيديرش كاع رياضة بمعنى الكلمة، او مو كيتمشى شوية، المهم كيتمشى ديك النص ساعة في النهار، محافظ شوية على الوزن ديالو. هذا غادي نقدروا نلقاوها ما بين 60 65 70 دوك النواحي، ولكن انسان رياضي اللي كيمارس الرياضة باستمرار غالبا ما كتلقاهاش اكثر من 60، غالبا تلقاها اقل من 60. بالنسبة للإنسان اللي مواظب، مرحبا سي سعيد، مرحبا، كل فرح. الإنسان اللي كيمارس الرياضة باستمرار بيان سير، هذه النقطة اللي باغي نجي لها سي نور الدين، هذه هو الأهمية. الإنسان اللي كيمارس الرياضة باستمرار وسيرتو لي سبور دونديورونس اللي هما مثلا الأتليتيزم، الجرا، كنهضر على الماراطون، المسافات الطويلة، ولا بالنسبة للسبور ديال الفي تي تي ولا السيكليزم، راه المهم الا كان كيتريني باستمرار ومواظب وكان النيفو ديالو مزيان، غادي تكون اقل من 40، لا اقل من 50، راه تلقى اقل من 50 الصباح. وبالنسبه للابطال، شي واحد اللي نيفو طالع ولا الابطال عالميين، راه عندهم اقل من 40 على ما اظن. المهم متاكدش من المعلومه 100%، ولكن زعما راه ديجا قريت شي مره انه والله ما عقلت واش بحال عويطه، على ما اظن في الوقيته ديال عويطه مين كان يجري، كنت واحد الوقيته قريت بانهم وصلوا عنده ل 32 32 دقه في الدقيقه الصباح مين كيفيق. المهم كنت قريت بزاف ديال الامثله ديال سيرتو الناس ديال الجرى وديال العاب القوى والناس ديال الماراطون وشي ابطال اخرين، كنت قريت شي جدول ما عقلتش فين قريته. المهم فيه شي احصائيات 34 35 36، هذا المهم واحد المستوى طالع، ولكن حنا بالنسبه لنا، بالنسبه لنا حنا كدراج، واحد المستوى وطني ولا مستوى جهوي. المهم بدا اول حاجه تكون عندي قل من 50، قل من 50 دقه في الدقيقه تكون عندي باش نعرف راني وصلت واحد المستوى ما بهش. بعد علاش قلنا دوك حنايا، علاش قلنا غادي نبقاو نسجلوها كل نهار اف سي ماكس، يعني الدقات القلبيه القصوى، قلنا غادي نحسبوها مره واحده ونديروا بها الحسابات من بعد وغادي نبقاو نترينيو بها. ولكن هذه ديال الروبو اللي غادي كتعبر في الصباح، الدقات ديال القلب اللي ميغين في الصباح كنعبرهم، عليكم السلام ورحمه الله، قلنا كنعبروهم شاك جور، كل صباح غادي نسجلهم، لان كما قلت لكم في الاول هذاك هو المؤشر اولا ديال انه النيفو ديالي غادي. مثلا انا بديت، يلاه بديت لا سيزون ديالي، كنت شي شهرين ما ترينيتش، المهم راني النيفو طايح مضعضع، راه الدقات ديال القلب ديالي راهم في 60 مبدئيا، الا ترينيت مزيان وترينيت بعقلي وهذا، راه نضرب غير واحد الشهر ديال لونطريمون راه غادي يهودو بواحد 5 ولا 6 ولا حتى 10 ديال الدرجات، راه غادي يوصلوا ل 50 52. نزيد نتريني واحد الشهر اخر ولا شهر وشويه يزيدوا ينزلوا عاوتاني وهي غاديه. المهم بيان سير اون فوا كتهود على 50، راه شوف من 60 ل 50 راه يهودوا بسهوله. شهر ديال لونترينمون معقول، وعليكم السلام ورحمه الله، شهر ديال لونترينمون مزيان راه غتلقاها نقزت من 60 ل 50، ولكن تحت ال 50 راه ضراب، يمكن شهر ولا عاد تبدا تهود 48 47 46 داكشي شويه بشويه بشويه بشويه. هذه نقطة غادي نوصلوا لها سي فتح الخير، معليش غادي نوصلوا لها بدلاتي. قلنا الدقات ديال القلب في الصباح غادي يبقاو ينزلوا 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 ينزلوا، توصل لواحد الوقيته بيان سور سي نور الدين، توصل لواحد الوقيته صافي غادي داكشي غادي يحبس، لانه يعني من توصل مثلا ل 45 ولا 44 ولا سير راه خصك شهرين ولا انت تريني وهما غير فداك النيفو 45 بيان سير. شوف بعض داكشي راه ماشي اكزاكت، راه ماشي الى اليوم لقيت 44 غدا عاوتاني غادي نلقى 44 ولا زايده بجوج ولا ثلاثه ولا واحد ولا، ما ماشي شي مشكله كبيره.
قلنا النقطة الأولى اللي غادي تنفعني فيها هاد الدقة ديال القلب غادي نولي لها السير، كيفاش غادي نعبر الدقة ديال القلب غادي نولي لها. قلنا أول حاجة هي مؤشر ديال التطور ديال المستوى ديالي، شحال ما النيفو ديالي طلع شحال ما الدقة ديال القلب في الصباح ديالي كينقصو، حتى يوصلوا حتى يهودوا تحت 40 ولا حوالي 40. المؤشر الثاني اللي غادي ينفعني فيه هاد الدقة ديال القلب اللي كنحسبهم كل صباح، وهو إذا كان عندي شي مشكل صحي ولا شي إفراط في التدريب، راني كنتريني بطريقة ماشي هي هاديك، هاد الدقات غادي يطلعوا. مثلا أنا هي الدقات ديالي راهو في 45 مثلا، أنا هادي سيمانة ولا 10 أيام ولا 15 يوم ولا 20 يوم، وأنا 45 48 46 44 غير في هاد، المهم في هاد. وتجي واحد النهار واحد الصباح فقت ولقيت 60 ولا 55، يعني كاين شي مشكلة. كومون فير لو كالكول او مومون دونترينمون بوغ ان ماتش دو سيزون؟ راه السي سعيد كامل ما عرفتش واش تبعت معانا من الاول ولا، قلنا انه ما كاينش كالكول. لو تيست في التيران، خرج دير ان شوفمون ديال 30 دقيقة ولا، وشوف شي طليعة ولا، ودير واحد لي فوغ ماكسيمال طلعها ابلوك، هذيك طلع لمدة واحد دقيقة ولا، وشوف الدقة ديال القلب ديالك شحال غادي يوصل. هذاك وهذا هو اللي فيها بالمهم، هذاك الحساب ما خدامش. سي عبد الرحيم وما كان لك سول ولا والو، تحرك معنا الله يرحم لك الوالدين. زعم قلنا انا عندي 45 45 44 43 41 42 46، واحد الصباح فقت لقيتهم عندي 55، نقولوا راه الساعة ما خداماش مزيان، عاودت الحساب لقيتها 55 ولا لقيتها 60 ولا فوق 60، كاينه مشكله خصني نتجاوزها. هادو هما الاخطاء اللي كتوقع. سبب اول سبب اللي ممكن يخلي لنا هاد الدقات ديال القلب في الصباح يطلعوا، وهو الا كنت ما قدر الله مريض الحلاقم، شي انفيكسيون صدر، شي حاجه، المهم فيا شي مرض. هادي الفرض الا كنت مريض لا قدر الله اوتوماتيكمون غادي يطلعوا لا فريكونس كاردياك ديال الروبو الصباح غادي نلقاها طالعه. بارك الله على السي يونس، الله يحفظك بارك الله فيك. غادي يطلعوا، ولكن انا عارف راسي واش مريض، ولكن انا عارف راسي ماشي مريض. بيان سور راه مختبر، الله يبارك فيك السي عبد المعالي. انا عارف راسي ماشي مريض، ما فيا حتى شي مرض والحمد لله، صبحت مزيان، ما فيا سخانه، ما فيا حلق، ما فيا كحه، ما فيا حتى شي حاجه، ولكن الدقات ديال القلب ديالي طالعين زايدين بواحد 10 ولا 15 دقة على هذاك العادي اللي كنفيق بها انايا في الصباح. يعني المشكلة كاينة في لونترينمون، راني درت شي حاجة ماشي هي هذيك. الحالة اللي شوية عادية نقدر انايا، البارح درت واحد لاصورتي اللي ما موالفهاش، بحال مثلا لاصورتي اللي درنا حنايا الجمعة اللي فاتت الدراري ديالنا، راني عارف بان الدراري اللي خرجوا معايا داك الجروب ديالنا راه كلشي صباح مهنصل، وحتى انا واحد منهم، لانه راه 100 وقريب 170 كيلومتر الصحراء والقحط وهذا والشتاء والريح، المهم ظروف غير عاديه. سي نورمال انه الصباح ما غاديش نصبحوا الدقه ديال القلب ديالي عاديه، عادي جدا، يعني فاهم علاش، ولكن نتعامل بذكاء باش انا يا عيان. والبارح درت واحد ليفور اللي ماشي عادي وما موالفش به اللي كنديرو دائما، وكنت عيان. الله يبارك فيك ان شاء الله، مرحبا بك. وصبحوا لي باطمون ديالي طالعين، وعارف راسي بلي عيان، ونوض عاود ثاني نضرب باركور اخر ديال 120 كيلومتر ولا 100، ولا واه الساعه راه باين الحل واضح. نوض ان بتيت سورتي ديال الروداش احسن من الراحه، لانه لا ريكوبيراسيون اكتيف احسن من باسيف. غادي نولي لهاد النقطه من بعد، غادي نوصل لا ريكوبيراسيون. نوض ندير واحد الخرجه خفيفه، ساعة وربع ساعة ونص بشوية عليا ونرتاح. ومن الأحسن أنه ندير اليوم رولاشمو غدا نهار ديال الروب، ارتاح يا وليدي، النهار اللي مورا راه ما تريني. بيان سير بيان سير السنور الدين، ولكن إلا شي واحد اللي ما عنده ما غادي يدير، الظروف لا تسمح.
تفتح الخير تقريبا، راك عارف درنا 160، ماشي تقريبا 166 كيلومتر، ماشي بدون توقف، ولكن هادوك لي بتيت بوز، واحد لابوز ديال ربع ساعة باش نفطرو، واحد لابوز اخرى عاوتاني كيفاش كنت نديرو شي تصويرات، المهم دي بتيت بوز ديال ربع ساعة 10 دقايق، شي 3 ولا 4 بيهم ضروري، راه ما يمكنش، راه ماشي سباق هذا، راه خويا كيما قلت في الاول حنا خارجين باش ننشطو ونضحكو ونلعبو ونترينيو اون ميم طون، باش نزيرو على راسنا بزاف. لونديرونس واخا سي كمال، حنا شوف في هاد الوقيته حنا غير كنعطيو مفاهيم عامة، مفاهيم عامة. المهم هذا هو لو تيم ديال هاد الحلقة ديال اليوم، هاد البت ديال اليوم هذا هو لو تيم ديالو، كنعطي الإخوان مفاهيم عامة على لونطخينمون ديال الفي تي تي وعلى هذا والأخطاء اللي كترتكب، هضرنا عليهم في الأول، والتفاصيل ديال هادشي غادي نمشيو له من بعد ان شاء الله حلقات اخرى. الله في ذلك السنه الدنيا، هذه هي الرياضه ديالنا، راه السبور ديالنا ماشي غير سبور دو كومبيتيسيون، كومبيتيسيون ونشاط وضحك وهذا وهذا ولعب وزيد وزيد وزيد. الوغ نتمنوا لا فريكونس كاردياك دو روبو، قلنا اللي هي هذوك الدقات ديال القلب في الراحه اللي يمكن نحسبوهم الصباح غير كنفيق من النعاس، قلنا إذا لقيتهم ناقصين إذا شي صبح صبحوا زايدين واحد 10 ديال الدقات ولا على المعتاد، قلنا كاين شي خلل. سي فتح الخير، بالنسبة للفيلو دروت والفي تي تي، الفرق اللي كاين غير من ناحية لا براتيك، ما المؤهلات البدنية راه بحال راه تريني انا بالفي تي تي وانت تريني بالسيكليزم فيلو الكورس، سي لا ميم شوز. كنهضرك بالنسبة لو كور ديالي، بالنسبة لا فيزيولوجي، بالنسبة لونديرونس، بالنسبة لكل شيء، كاع المؤهلات البدنية بحال بحال. سي انا بالنسبة هذا موضوع اخر، هذا الموضوع ديال التروماتولوجي وهاد لي دولور دو سيل اوفيسيي وهذا، ديجا تشوف المهم غادي نفتح غير قوس بسرعة ونزيد. اول حاجه تشوف لاسيل ديال الكلى، يقدر يكون عندك مشكل في لاسيل، سينو غادي يكون عندك في البوتشامو ديالك ديال الفيلو ديالك، سينو الا كانوا بجوج كلهم مزيانين راه غادي تكون عندك، راه يقدر المشكل كاين في، وعليكم السلام سي محمد سعيد البطل ديالنا، سينو المشكل في لابوزيسيون، الا كان البوزيسيون ما ريكلاش بزاف راه غادي يوقع مشكل. الله يرضي عليك السي محمد، هي هذيك نكمل. قلنا بالنسبه لهاد لا فريكونس كاردياك دو روبو، المهم باش نتجاوزوا هذه النقطه باش نمشيو لحاجه اخرى، قلنا الا كانت غير طبيعيه شي صباح، انا هي نظري عندي 70، عندي 45 46 47 ولقيتها 55 ولا 60، يعني كاين شي حاجه ماشي هي هذا، قلنا الا ما كنت مريض ما والو يعني بلا جميل السي انس. مرحبا سي عبد الصمد، هذا هو الموضوع، هذا هو الهدف ديالنا، اننا نتبادلوا المعلومات ونتقاسموا باش نطوروا هذه الرياضه والممارسه ديالها. قلنا الا صبحت ماشي صباح ماشي هي ديك زايده، يعني كاين خلل، خلل في لونطريمون، يعني راني البارح ولا هاد السيمانه اللي فاتت كلها فورسيت اكثر من القياس، راه هي ماشي مشكله في حد ذاتها، غير ما خصنيش نخليها تفاقم عادي، الا نقدر ندير انا واحد السيمانه نفورسي فيها بزاف، ولا البارح درت واحد لا سيونس فورسيت بها بزاف، ماشي بالضروري طولت، نقدر فورسيت يعني طولت، يعني نقدر انني درت واحد 8 سوايع ولا 9 سوايع ولا شي 10 سوايع ديال البيدال، شي باركور قاسح، شي خرجه هبيله، سي نورمال نصبح عيان، نقدر راهي نقدر عاود تاني راه غير في جوج سوايع نبت راسي، شي جوج سوايع ندير فيها شي ساعه ونص ولا بلوك، القلب ديالي ما يهوتش على 180 190 راه غادي نصبح عيان والدقات ديالي يكونوا طالعين عادي جدا. الله يعطيك الخير السي منير، مرحبا مرحبا سي فتح الخير، بارك الله فيك. عادي اصلا غادي نهار اللي نهضروا على لي سيونس دونترينمون كي دايرين، واش الانواع ديال الحصص، كل حصه واش كندير فيها، راه غادي نهضروا على هاد الامور هادي. المشكله ماشي هنا، ولكن هذاك هاد الدقات ديال القلب اللي راني كل صباح كنسجلهم، من يصبحوا الدقات ديالي اللي قال الدقات ديالي طالعين، انا فراسي راني فورسيت اكثر من القياس، صافي الحل سهل، الحل هو نرتاح، نرتاح ماشي هي غادي نمشي سيمانه وانا معلق الفيلو، لا
لا هي اول حاجه خصني ندير اون سورتي دو ريكوبيراسيون اللي كنقولوها حنايا رولاشمون، سميتها اون سورتي دو ديكراساج، كنحيد هذاك باش نخرج داك لاسيد لاكتيك اللي باقي لي في لي ميسكل ونريح له الكور ديالي. راه احسن حاجه الاخوان راه غنوليو نهضروا عليها من بعد واحد الحلقه خاصه غير بلا ريكوبيراسيون. احسن طريقه ديال، ولكن غير نلخص باختصار، احسن طريقه لا ريكوبيراسيون ماشي هي الراحه. من دير صورتي صعيبه هبيله تدخل مدق دق مفريط ما فيك ما يصلح، راه احسن طريقه ديال الراحه ماشي هي يومين ولا 3 ايام وانا معلق البيسكليت وما نتحركش. اكبر خطا ممكن ديرو، راه كون على يقين الا درتها يعطيك الخير السين الدين بارك الله فيك. راه اكبر راه الا درتها كون على يقين غترتاح 3 ايام ولا سيمانه وتنوض من وراها التريني غادي تلقى رجليك مزيرين مقبصين ما فيك ما يصلح. بيان سور الفي تي تي شكل والدومي شكل من ناحية الممارسة، من ناحية لا تكنيك، من ناحية لا بوزيسيون، ولكن القلب اللي عندي هو اللي عندك بحال بحال. انا سواء ترينيت بالفي تي تي ولا بالفيلو دروت، راه لي كاباسيتي فيزيك ديالي، المؤهلات البدنية ديالي راه ما غادي يتطوروا بنفس الطريقة، غتبقى غير في لا تكنيك وصافي. بيان سور قلنا من ندير صورتي صعيبه ولا سيمانه صعيبه ديال لونترينمون نعيا، وهذا احسن حاجه موراها. قلنا الجمعه درت صورتي ديال الهبال، السبت فوق ما فوق نمشي ندير واحد الخرجه ضروري. الله يعطيك الخير السي صلاح بارك الله فيه، كما كنقسموا حنايا مشي بلاشي ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص، المهم ما بين ساعه وجوج سوايع بشويه عليا. الاحسن الا كان ممكن كانت الامكانيه انه ندير ان ماساج لي زيتيرمون وهذا وزيد، والغدا ليه نرتاح ولا كاع يومين نرتاح الا ما قديتش ولا، وموراها نولي نتريني عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه. المعدات وهذا غادي نوليولها، غادي نوليولها ديك خاصه الله يرضى عليك. هو هذا كان باش نكثر المصلحات، راني في وجده السي عامر، راني في وجده خويا. واه الوغ هاد القضية ديال الدقات ديال القلب كيفاش نديرو نعبرها؟ بيان سور السي صلاح كنشوفو دراجة محترفين بيان سور السي طارق هادي شوف هادي درجة أخرى. لاقاش هاديك راه كيكون اون كورس، راه ماشي اون سورتي دونترينمون. سورتي دونترينمون بوحدها راني كنتحكم في الوريتم ديال الكورس، راك غادي ابلوك حتى لاريفي. المهم الانسان اللي عارف الامور كيفاش غاديه، من كندير كورس الغدا ليه من نكمل كنجي نطلع لي رولو ولا كاع فيلو ولا اون سو بليس نرولا شي شويه. غير هادوك الناس مثلا هاد لي برو اللي كتقول لي كنشوفوهم مثلا في لي غون تور في تور دو فرانس ولا في لا فويلتا مثلا، غير يكمل كيمشي يطلع لي رولو باش كيرولاشي. علاش؟ لانه راه الغدا ليه عنده اون اوتر ايتاب. دوك راه عنده ايطاب كمل دخل مع ربعه ولا مثلا ولا ثلاثه كملت ليطاب، غدا مع 10:30 ولا 11 عندهم دي بار ديال ايطاب اخرى. يعني خصو باش يريكيبيري في الساعه يجي غير يمشي يدير ديك 20 دقيقه ولا نص ساعه ديال الفيلو طق 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 طق، راه غادي يمشي لوطيل لو ماساج الدوش الماساج الماكله ودودو. غدا ليه صباح مخير بحال ما دار حتى شي حاجه. لونطخينمون ماشي ضروري غادي ندير داك داك الرولو ولا ديك ريكوبيراسيون تما في نفس النهار. انا عندي الغدا ليه وندير الرولاشمون ديالي ونرتاح كاع نهار اخر من وراه، ما كان حتى شي مشكل، ما غاديش نطيرو. نمشيو لواحد النقطة مهمة وهي اللي ذكروها بزاف ديال الاخوان في التعليقات ديالهم، وهي القضية ديال لو ماتيريال ليكيبمون باش غادي نعبر هاد الدقات ديال القلب. الطريقة الكلاسيكية اللي كنا كنخدموها بها في التسعينات مثلا، وهذا سي ادم بن جلون لا فيو دو ماكس راه بحر، اذا جينا ندخلو راه خصها جوج حلقات ياك. من الاحسن من ما كيما قلت لنا فين بغيت نعقد الامور على هذا على الاخوه اللي راهم يتبعوا معنا. المهم غير باختصار فيو دو ماكس هو لو فوليوم ماكسيمال ديال الاكسجين اللي لو كور ديالك يقدر يدفعه. المهم راه كاين واحد الوحده باش كيتعبر داك الشيء من غير باختصار، هذا غير مفهوم بسيط. اما الا جينا نشرحوا بزاف راه المهم ما نكثروش بزاف ديال المفاهيم على الاخوان.
قلنا كيفاش غادي نعبروا هاد الدقه؟ بكري ما كان عندنا والو. مثلا انا كنت كندير الماراطون في لافان ديال التسعينات ولا هذا، وكنت كنقرا في لي روفي بانه خص ضروري هاد الدقات ديال القلب في اوروب وتحسبهم وهذا. ما عنديش حل اخر، الصباح مين كدير كتحط الكرونو وحداك وكتعبر واحد جوج ثلاثة، كتعبر الدقات ديالك مانيوالمون لمدة 15 ثانية وضربها في أربعة. شي مرات كتبقى تحسب دقيقة كاملة وأنت تحسب دقيقة وأنا نحسبها شحال عندي ديال الدقات، نسجل تبلينا كاع صافي الصبع ديالي ولا متصاحب مع هاد العرق اللي عندي هنا النهار كله وأنا نحسب فيه شي نهار نجي في راسي. راه تبليت واحد الوقيته بهاد الشي، كنت كنقرا في لافاك راني جالس في لونفي وراني عايش مع الأستاذ النهار كله وأنا نحسب صرا خدام وانا داير هكذا. بون راهم طالعين صافي، غير نحسبهم طالعين ديرونجا في راسي. شي نهار نحسب هكذا نحسب طق 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 نلقاهم شي 42 ولا 40 ولا صافي، نشط المورال طالع راني مخير هذا النهار. المهم هذا الشيء قديم لان بكري راه كانت باش تلقى ام بيل صوفين غادي تلقاه، باش تلقى هاد الساعة اللي كتحسب الدقات ديال القلب ما كانوش كاينين. لا ما عليهم حتى شي خطر السي بدر، غير خصهم يترينيو بعقلهم وما يكثروش بزاف وصافي. انا جاي لهذا الشيء بكري. الناس هما الناس اللي قدام في هذا الشيء كان حتى شي مشكله السي ادم مرحبا، اللي قدام شويه في الممارسه واللي يتعاملوا مع لي بيلسو متر ولا لي كارديو فريكونس متر اللي هما هذوك الساعات اللي كيعبروا الدقات ديال القلب، راهم عارفين انهم مثلا في النهايه ديال التسعينات ولا في سنوات ديال 2000 حتى 2005 2004 فين غادي تلقى هذيك الساعة؟ فين كاينة؟ وشي مرات حتى إلا لقيتها في الجوطية أوكازيون ولا غتلقاها غير بوحدها، خصك السمطة ديالها ما كايناش في الراه. الناس اللي ما عندهمش إمكانيات، وعارفين الأغلبية ديال الممارسين ما عندهمش إمكانيات مادية، أغلبية صنايعية ولا تلامد ولا طلبة ولا حتى إلا كان موظف ولا إمكانيات على قد الحال. ديك الساعة كان أرخص ما كاين في لي بيلسو كيدير 1000 درهم ولا من غادي يجيبها هو، واصلا ما متوفرش في المغرب خصو يجيبوه له من برا الى صيد شي واحد في الجوطيه اوكازيون صافي. كان الى شراها بوحد هذيك الساعه بوحدها لقاها في الجوطيه ولا ما كايناش السمطه ديالها خصهم يجيبوها لهم من برا، كدير 500 درهم ولا 600 درهم. بحال ما درنا والو اليوم الحمد لله لي بيلسو موجودين راهم كيقطعوا الطريق. احنا جايين السي ايمن، غير صبر معايا شويه، صبر معانا حتى الحلقه القادمه ان شاء الله. شي مشكله ممكن تمارسهم بجوج الفي تي تي والسيكليزم، ما كان حتى شي مشكل، او ميم طون ما كان حتى شي مشكل، الدنيا هانيه. قلنا بالنسبه لهاد لي بيوتو اليوم راهم موجودين الحمد لله، لا في الجديد ولا في لوكازيو ولا. ونظن اخر صيحه الناس اللي متبعين هاد الشيء واللي شافوه اليوم، راه كاين هادوك لي بغاسلي، راه حتى هذيك السمطه ولات متجاوزه ما قعدنا ما نديرو بها من غير الا غادي تحط هذاك البيسو ديالك في الفيلو. راه هاد لي براسلي الكترونيك اللي خرجوهم اليوم لا جميل سي ايمن، كاين حتى قل سي نور الدين، راه قل من 800 درهم كاينين جداد، راه شفتهم كيدير، راه كاينين مثلا في ديكاتلون هذا، راه كاينين حتى بقل من داك الثمن دي بيلسو جداد بالسمطة ديالو كدا ابارتير دو 400 درهم يمكن، ولا حتى اقل يمكن الا كاين ابارتير من 300 درهم 30 الف فرنك تجيب بيلسو جديد من ديكاتلون بخير جديد بالكارونتي ديالو. سينون كيما قلت راه كاين هاد لي بغاسلي اللي خرجوهم اليوم، لي بغاسلي انتيليجون، راه فيهم الويفي فيهم كدا وفيهم هذا، وما كيحتاجوش السمطة ورخاص، راه 200 درهم تشري واحد، راهم كاينين براسلي كيكون فيه هذاك لو كابتور، كيكون هنايا لتحت في الساعه ديالو، هنا لتحت كيكون داك لو كابتور اللي مع لو كور، راه تقدر 24 ساعه على 24 ساعه وتشوف الدقه ديال القلب ديالك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا نوصلوها الله يرضيك. 179 درهم قلنا. المهم بالنسبه لهذا المشكل مابقاش مطروح، بيلسو ب 200 درهم كاينين، 250 درهم كاينين قلنا هاد لي بغاسلي الكترونيك كاينين موجودين، كاينين سباتي كاين غير تسمطها بوحدها بالبيوتوت،
والله ما عرفتش تشوف ديكاتلون داك النهار، ما عرفتش شحال دايرين، ولكن المهم موجودين. هذيك كتخدم مع التليفون، مع لي سمارت فون، كتانستالي دي ابليكاسيون وكتشوف الدقه ديال القلب ديالك في التليفون. مهم هاد بنادم غير يبحث هاد الامور ولات موجوده، الحمد لله والشكر، الحمد لله. جيو نطلع يرد عليك السي نور الدين، هاد الامور موجوده. وراه شوف، راه احسن انفستيسمون ديرو هو هذاك. راه بزاف ديال الدراري كيلقاوه ما كيبغيوش يشريوه. كاين اللي شاري البيسكليت بمليون وزياده، كيلقى كاسك ب 1500 درهم يشريه، يشري الصباط ب 500 درهم، 1000 درهم يشريه، يشري الكساوي وهذا ويبدل وهذا وكلشي كلشي يشريه. ومين تقول له بيلسو راه كيدير 200 درهم يقول لك بزاف. مشكله سي محمد او بالله. كل شيء خدامه اخي، كل شيء خدامه. المهم بنادم غير يتحرك، المهم واخا كاع البيسكليت حتى طايبه يتريني بها ماشي مشكل، ومن بعد يجيب الله ما احسن. ليسونسيال هو انه نتحرك. المهم داك البيلسو خصو دايما يكون لاصق معايا، راه داك هو لونترينور ديالك، هو البيلسو ديالك، هو الساعه اللي كتحسب لك الدقات ديال القلب، لان هذاك هو قلنا اهم مؤشر باش من باش 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 نعرف لا بروغريسيون ديالي، وباش نتريني مزيان، وباش ما نرتكبش اخطاء في التدريب، وباش ما نديرش مشاكل صحيه لنفسي في التدريب. انا عارف بلي طولت عليكم في هذا الموضوع ديال البيلسومات وديال الدقات ديال القلب، ولكن راه هذا هو الاساس ديال التدريب. سيرتو في لي سبور دونديرونس، الرياضات اللي كتعتمد على لونديرونس، راه اهم حاجه هي هذه. نيش انا سياب السمار، راه علي اكسبريس راه فيه كل شيء، وداكشي بابخس الاثمان. الناس اللي راه كيتعاملوا مع علي اكسبريس راه تجيب العجب من تما وباطل. راه بالنسبه لي براسلي ابارتير من 100 درهم، 100 درهم تجيب براسلي يحسب لك العجب، العجب العوجة يعطيك العجب. سي من هذيك هاد البولار ولا، المهم هاد الساعة اللي كتحسب الدقة ديال القلب، راه أهم ما كاين، أهم حاجة عندك راه من بعد الفيلو هي هاديك، راه أحسن، أهم من الكاسك، أهم من كلشي. راه هذاك البيلسو هو كلشي. الله يرضي عليكم، نقولها ونعاودها، وقولها قولوها لصحابكم، وقولوها لخوتكم، وقولوها للناس اللي كتمارس هذه الرياضه. راه الا بغيت تريني مزيان راه خصك البيلسو. راه بلا بيلسو ما نقدرش نهضر معاك. الا ما عندكش البيلسو ما عندي ما غادي نقول لك. راه حتى مين غادي نجيو الحلقه الجايه مثلا، وغادي نشوفوا على لي سيونس دونترينمون كيفاش كنديروهم وانواع ديال الحصص. راه الا ما عندكش البيلسو ما عندي ما غادي نقول لك. كلشي مبني على داك الشيء. سي ادم ال 26 وال 29 وال 27 ادمي، هادي راه واحد المهم. لا ديفيرونس كاينه، ولكن شي حاجه قليله. حنا المهم هادي ما كتاثرناش على الطريقه ديال التدريب ديالي. واخا عندي حتى 36 راه غادي نتريني. وكارمين الى لقيت اللي لقى جي بي اس كارمين، هذاك ما احسن. احسن حاجه هي هذيك، راه هذاك راه جي بي اس وبيلسو وكل شيء. المهم كل شيء راه تما، هذاك احسن حاجه كاين، احسن ما كاين. ولكن قلنا الخوت اللي ما توفرتهمش هاد الكارمين ولا هاد الجي بي اس ولا هذا، على الاقل بعدا قلنا لو براسلي، عند براسلي ديال 100 درهم ولا 150 درهم الكترونيك، فيه الكابتور لتحت كيحسب لك الدقات ديال القلب. ونحمد الله ونشكره. سكتنا طريقه استعمال المعلومات حسب العمر. سنابيل من اللالي، شوف غير تبع معايا الله يرضي عليك. هادشي نقطة بنقطة، ولا شي حاجة خطيتها ولا من تكملها هو الفيديو راه غادي يبقى اونلاين، ولي عاوتاني ولي سمعه وشوف وتبع معايا الله يرضي عليك. قلنا أول حاجة هي الله يعطيك الصحة سلوط في بارك الله فيك، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله، وتصبح على خير، الله يسهل أمورك. قلنا أول حاجة نعبروا هذيك الدقات، غير بتيت ريكابيتيلاسيون غادي نزيدو. اول حاجه غادي نعبر الدقات ديال القلب ديال الروبو ديالي دائما. سي فتاح الخير، غادي المهم باش ما نكثروش على الخوت، وتكون باش يكونوا عارفين فوقاش داك الشيء غادي نبقاو. لا ماشي كل يوم، لا راك عارف الالتزامات وهذا، ولا لي انا ولا ديال الاخوان. غادي تكون كل يوم اربعاء في هذه الوقيته هذه، كل يوم اربعاء مع 8 ان شاء الله نبقاو نديرو الحصه ديالنا وحتى نكملو هادشي. و الى كملو هادشي بغيتو نبداو في حاجه اخرى، يا مرحبا، ما كان حتى شي مشكل.
قلنا من غادي نعبر هذيك لا فريكونس كاردياك دو روبو ديالي كل صباح، كل صباح راها عندي اللي هي الدقة ديال القلب من نفيق من الصباح نعبرهم ديك الساعة اللي عندي، ولا المهم التليفون ديالي ولا باش نسجلهم في هذيك الورقة اللي قلنا دائما دائما، وهي غتكون المؤشر ديال التدريب ديالي ديال الحالة ديالي. قلنا النقطة التالية وهي غادي نعبروا لا فريكونس كاردياك ماكسيمال، هي الدقات ديال القلب ديالي. الله يبارك فيك السيف، تاع الخير، هي الحد الأقصى اللي ممكن يوصل الدقة ديال القلب ديالي. قلنا غادي ندير واحد لو بتي تيست، وهو غادي نخرج بالبيكالا ديالي نتريني، ندير واحد نص ساعة ولا 40 دقيقة نسخن مزيان، ونمشي لواحد الطلعة تكون قاسحة مزيان، وندير نطلع واحد الدقيقة أبلوك، دقيقة نحط فيها قاع داكشي اللي عندي أبلوك 100% ديال الآخر، نمشي ونسجل هادوك الدقات ديال القلب ديالي فين غادي يوصلوا. هذا مثلا قلنا انا لقيت 200، مين طلعت بديك الطلعه فورسيت مشيت ابلوك، واخا غير تبع معنا شي ايمن، طلعت ابلوك وصلت الدقات ديالي 200، نسجل هذيك 200. هذيك 200 غادي نحتاجوها الحلقه الجايه ديال الاسبوع الجاي، باش غادي نشرح لكم كيفاش غادي نستعملوها، لان كاين شويه ديال الحسابات ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه، باش غادي نبقى نستغل الطرق ديال التدريب ديالي. دوك النقطة الثانية وهي خصني واللي هي خصها تكون هي النقطة الأولى، خصني كل واحد خصو يحدد الهدف ديالو من الممارسة ديال هذه الرياضة. كل واحد علاش كيدير الفيتيتي، كنهضرو على الفيتيتي مكنهضرش على شي حاجة أخرى. كاين اللي كيدير الفيتيتي غير الصحة ديالو، أنا يا باغي المهم نشد صحتي شوية، بعيد شوية المرض على راسي، وهذا كاين اللي كيدير الفي تي تي باغي ينقص الميزان، عنده مشكل ديال الميزان، زايد في الميزان غليظ باغي ينقص في الميزان. كاين اللي كيدير الفي تي تي استغفر الله باغي ندي انا السياحة، انا الهدف ديال الممارسة هو السياحة، السياحة نكتشف نشوف البلاد نشوف الناس، المهم هادو بزاف ديال الانواع. النقطة الأخيرة هو أنه كاين اللي غادي يدير الفيتيتي باغي باش يشارك في السباقات، باغي يولي بطل وباغي كلاسي، كل واحد من حقه، حقه أنه يحقق داكشي اللي بغا. ألوغ حنا اللي غادي يهمنا واللي غادي نركزو عليه هو نشكر على واجب السي رشيد مرحبا، هو المسألة ديال السباقات، الناس اللي كتشارك في السباقات، وخا هادشي راه كينطبق حتى على الناس الآخرين. ناس باللود مرحبا، قلنا واخا كينطبق على الجميع. بالنسبه للمهم نبداو بالنقاط الاخرين باش في الساعه باش نمشيو للنقطه المهمه. بالنسبه للناس اللي باغيه دير غير السياحه، انا ما باغي نشارك في سباقات، ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي الفي تي تي غير السياحه ونكتشف وصافي. اخويا دير اللي بغيت، واش هي ما تفرضيش على راسك ودير شي حاجه اللي معقوله، ولكن ما عاد واخا كدير السياحه بيسو ديالك توجور عندك من الاحسن. بيسو دائما عندي ودائما خدام به ودائما حاطط الدقات ديال القلب ديالي. شوف الدقات ديال القلب ديالك طلعوا بواحد الطريقه غير عاديه، يعني كاين شي مشكله وقف اخو، ما كاين شي مشكل تما بلا جميل اخويا مرحبا. الناس اللي باغيين، انا الهدف ديالي غير باغي المهم دوك الخرجات خفاف وما عنديش الوقت، وهذا باغي المهم غير الصحه ديالي، باغي نشد غير صحتي، انا ما باغي لا النيفو ديالي يزيد لا والو، بغيت غير صحتي. اخويا دير لنا غير واحد جوج خرجات في السيمانه خفاف، هولا تريكي، ندير جوج خرجات خفاف ساهلين، ساعة ونص جوج سوايع، ولا ونولي ندوش لدارنا، ما نفرسي ما نزير الدقة ديال القلب ديالي ما يفوتوش 71% ولا، ونرتاح أسهل ما يكون. نتايا ما مطالب حتى بشي حاجة، لأنه نتا باغي غير داكشي خفيف ظريف في صحتك. بالنسبة للناس اللي كيدير الفي تي تي باغية تطيح في الميزان، عندها مشكل ديال سوغ بوا، واخا حنا جايين
الناس اللي عندهم مشكل ديال لو بوا باغي نبدا نطير، هذا ماشي هذا كاين اللي كاين اللي مثلا راه كان واحد الوقيته كيشارك وهذا وراه سمح وتزاد 20 كيلو ولا 25 كيلو، باغي ينقص الميزان عادي يبدا في لونترينمون نيشان. واخا ني جاي ني جاي السي ادم غادي نوليو سترافا الله يرضي عليك. هاد الناس هادو علميا باش ننقص انايا الميزان خصني اولا نقطع مسافات طويله، المهم نمارس الرياضه لمده طويله. مرحبا سي ناصر، مرحبا بك، بارك الله فيك. يعني دوك المشكل انا الا عندي سيغ بوا يعني الميزان زايد فهو يعني عندي الشحمه، عندي تكتلات ديال الشحمه في الجسم ديالي. باش نحيد هاد الشحمه هادي ما تقوليش الريجيم ولا شي حاجه، الريجيم المهم هو يكفي لشي ناس. وعليكم السلام خويا زكريا، مرحبا. ولكن الاساس خصني نتخلص من هذيك الشحمه اللي زايده. هنا هي الطريقه باش الجسم ديالنا كيستعمل الطاقه ديالو. المهم بلا ما نعقدوا الامور، باش نوصل انه الجسم يبدا يجبد الطاقه، لان في الاول ملي كتبدا تمارس الرياضه كدير شي مجهود، في الاول الجسم كياكل ديك الطاقه اللي واجده موجوده في الجسم، راها كاينه متوفره. شويه من كتبدا تطول عليه 20 دقيقه 30 دقيقه 40 دقيقه 50 دقيقه يبدا يطول، صافي ديك الطاقه اللي في الجسم كتبدا تكمل. ليك اخويا صلاح مرحبا، كتبدا هذيك الطاقه تكمل فين؟ كيمشي للدهنيات، السكريات ما كاينينش، السكريات كملوا كاع السكريات اللي في الجسم مشاو، كليت انا هذا المهم كلشي مشى، كيمشي للدهنيات. الدهنيات واش هما؟ الدهنيات هما الشحمه، كيبدا يصف منهم. ولكن نقصوا شويه من الماكله عاوتاني، ماشي تسمع تقول غير رياضه وناكل اللي بغيت. الو، المهم باش ما ندخلوش في التفاصيل بزاف، الا باغي نقص الميزان دو لونغ سورتي بلا ماكله بطبيعه الحال، ومن الاحسن الصباح، من الاحسن الصباح على الخوا بطبيعه الحال، ما ناكل حتى شي حاجه، ما نفطر ما والو، لانه لو كور من غادي تبدا دير داك المجهود على الصباح ما يلقاش يلقى واحد الطاقه قليله اللي واجده، راه في الساعه غادي يدخل في الدهنيات، يبدا ديك الشحمه كيسف فيها. بالنسبه للناس اللي كيديروا مسافات طويله بزاف ومده طويله وهذا، مرحبا سي اسره عندك الحق. بالنسبه لهاد الناس الجسم من صافي عيا من هادوك الدهنيات كيمشي للبروتينات، كيمشي للبروتين كيبدا يصفي فيه ملي كيدخل للميسك. هادشي علاش مثلا دوك الابطال اللي بواحد المستوى عالي، ولا مثلا الناس ديال الماراطون، مشيو للجرى الناس ديال الماراطون اش كتلقاهم مسكوفين، راه ما تزادوش هكذا من عند الله، كاين اللي تزاد هكذا ولكن راه غير بكثره الممارسه كيبدا يتسكف، لانه ملي كيخرج من الماراطون كيدير دي فوتينغ ديال 3 سوايع وثلاث سوايع ونص وجوج سوايع ولا، راه كيوصل لواحد الدرجه انه لو كور ديالو كيبدا يجبد من لي ميسكل، الميسكل ديالو كيبدا يشرب كي صغار، علاش كتلقاهم مسلوتين. بخيم بلي سي روبوني دونك بجي فيغدي فيتيتي سكول انترينمون ديال وستي زكريا ما غاديش يرون بلاصه، يعني غادي شوف من احسن الطبيعه احسن، ولكن اللي عنده مشاكل اللي عنده مثلا ان تروماتيزم ولا شي حاجه ولا ما غادي يدير في الهوم ترينر ولا في لاصال، ما كان حتى شي مشكل. المهم احسن من الراحه بيان سور. شوف لو برينسيپ راه لو ميم، راه كيما في الفي تي تي راه كدور كيما الفيلو دو كورس، راه لي جومب تورن دو لا ميم فاسون، راه كيدورو بنفس الطريقه، لا بوزيسيون هي غير هذاك في الطبيعه، هذا هاد الاخر راه كدير في وسط لاصال. واخا غير باش نستفسر ونكمل هاد النقطة هذه. المهم كملنا نمشيو لدوك الصلب الموضوع الأساس، هو الناس اللي باغية تجري لي كورس وباغية تطور المستوى ديالها، واخا كل واحد باغي يطور المستوى ديالو. أول حاجة نعرف أنا واش من نوع ديال السباقات باغي نشارك فيهم. كما عارفين الفي تي تي راه كاين بزاف ديال الأنواع، واخا حنايا في المغرب ما عندناش بزاف اللي كيتمارسو، ولكن كاين الكروس كونتري ماراطون، كاين الاولمبيك، كاين بزاف كل واحد والنوع ديالو. حنايا في المغرب مثلا على العموم، اغلبيه ديال السباقات اللي كتنظم ديال الكروس كونتري اولمبيك ولا الكروس كونتري ماراطون، واخا ما لحد الان راه مازال ما دارش مثلا شي سباق ديال الماراطون بمعنى الكلمه،
الى بالنسبه للكورس اللي كتنظمهم الجامعه. اشكر على واجب. مثلا مؤخرا كانت دارت في وجده بطوله المغرب اللي سموها ديال الكروس كاونتري ماراثون، وداك السيركو راه ماراثون مع بو الريح. الناس اللي جراو داك السباق وراهم واللي زعما عندهم شويه دراية بهذا الامر ما غادي يعرفوا هذه المساله. انا هذاك واخا ما جريتش داك السباق ولكن داك لو سيركوي راه ترينيت فيه حتى ما قديت، راه تريك عارفه. وغادي جا وليت درت فيه من بعد هذا، وراه يلا كنت فيه هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام. هذاك ماشي هذاك ماشي كروس كونتري ماراطون. كروس كونتري ماراطون ديجا خص تكون واحد المسافه طويله، خص واحد السباق اللي يدوم واحد ربع سوايع ولا اكثر، وما كيكونش اكسيدونتي بزاف وما يكونش تكنيك بزاف. يكون يقدروا يكونوا العقابي طلعات ولا، ولكن ماشي راه كله حجر. هذاك راه سيركوي ديال الاولمبيك، ولكن المهم ماشي شغلنا. قلنا انا خصنا واخا هو التدريب غادي يتشابهوا شويه، ما غادي نلخصنا غير بجوج، نبقاو في ما بين الماراطون والاولمبيك. الكروس كونتري اولمبيك بالنسبه للناس اللي ما عارفينهش، هو مثلا هذوك لي كورس اللي كتشوفوا اللي ديجا تفرز مثلا نينو شورتر ولا ابسالون ولا ارميدا في الوقيته ديالو. هذوك سون دي كورس اللي كيكون ان سيركوي، واحد لو سيركوي ديال خمسة، ما بين 5 حتى 7 ولا 8 كيلومتر. وداك لو سيركوي يكون تري فاري، يكون متنوع بزاف، فيه الطلعات، فيه لي ديسونت، فيه التكنيك، فيه الحجر، فيه الشجور، فيه المهم كيكون مرون فيه بزاف. وغالبا كيديروا فيه 5 حتى 6 ديال الدورات، ديال المسافه ما كتجاوزش 41 حتى 45 كيلومتر كاع الماكسيموم. هذاك هو الكروس كونتري اولمبيك، لان هذا هو السباق اللي كيتنظم، اسمه اولمبيك لانه هو هذا هو النوع الرياضي ديال الفتات اللي كيتنظم في الالعاب الاولمبيه. هذا حتى المده ديال السباق غالبا ما كتجاوز 2 سوايع بالبلافون. النوع الثاني هو الكروس كونتري ماراطون، اللي سموه ماراطون لانه طويل، كتكون كيندار على مسافه طويله من 40 80 100 حتى اكثر من 100 كيلومتر. اللي ما عندوش علاقه بالتيتان سي ايمن، بالنسبه لتيتون ديزير هذاك سي دي كروس كونتري ماراطون اكستريم، هذاك راه شي حاجه اللي مهم وكوز بار ايتاب. المهم هذيك حاله خاصه ما نهضروش عليها، خلينا نهضروا على التيتون ديزير بوحدو في نهار اخر. كروس كونتري ماراطون يتميز اولا ما كتكونش فيه لا تكنيك بزاف نورمالمون، دوك هادشي اللي كاين في ريغلومون ماشي هادشي اللي كاين دار في المغرب. ما خصش تكون فيه لا تكنيك بزاف، تكون مسافه طويله، يا اما سيركوي كبير ديال 100 كيلومتر ولا 90، ولا يقدروا يديروا ان سيركوي مثلا ديال 40 ولا 20 25 كيلومتر، يديروا فيه واحد 3 ولا 4 ديال الدورات، يكون فيه طلع يطلع انزل هذا، ولكن ما تكونش فيه لا تكنيك بزاف. يعني الفرق اللي بيناتهم هو هذا. من ناحيه لونترينمون كيتشابهوا، غير اللي كيكون لوبجيكتيف ديالو هو الماراطون كروس كونتري ماراطون، راه غادي لي سيونس دونطريمون ديالو غادي يكونوا شويه طوال. الوغ كو بالنسبه مول الاولمبيك، لان الاولمبيك باش كيتميز مده قصيره ما كديباسيش نص ساعه، ما كديباسيش 2 سوايع، وكيكون واحد لي فور فيولون، وكيكونوا لي شونجمون دو ريتم بزاف، لان طلاعي بزاف لي بوس طلع نزل المهم، ولا تكنيك لي شونجمون دو ريتم كيكونوا بزاف. الوغ لونطريمون ديالهم شويه مبدل، ولكن ماشي بزاف راه، ولكن في الاول لاباط راه بحال راه يقدو. انه صاحبي انا كندير الماراطون هو كيدير الاولمبيك، ترينيو مجموعين بحال المهم، راه واحد 3 شهور ولا 4 شهور الاولى ديال لا سيزون عاد من بعد من دخلوا في لونطريمون سبيسيفيك عاد كل واحد يدير لونطريمون ديالو. الوغ قلنا من نحدد انايا النوع ديال السباقات اللي غادي نشارك فيها، غادي نمشيو انايا نحدد الاهداف ديالي. اول حاجه خصني نعرف الا كنت غادي نشارك في السباقات، نعرف خصني يكون عندي لو كالوندري، اللي دايرته هاد الجامعه ولا هاد السباقات اللي غادي نشارك فيهم، خصني نكون عارفهم باش نفيكسي لي زوبجيكتيف ديالي وندير ان اوبجيكتيف. مثلا دوك حنا راه حنا في جونفي، واحد الانسان اللي انا غادي نبقى نشارك في السباقات، غادي يبداو مثلا في مارس، من مارس حتى سبتمبر هما في لي كورس.
انا غادي نشوف دوك لي كورس، انا ما راه انا ما يمكنش غادي نربح دوك لي كورس كاملين ولا غادي نفيزي دوك لي كورس كاملين. انا غادي ندير هدف، انا باغي نربح الشامبيون ولا باغي نكلاسي مزيان في الشامبيون، ولا لي كورس اللي كيهموني هما لي كورس مثلا ديال جوان وجويه، شهر 6 وشهر 7. الوغ من قبل راه ماشي ما غاديش نشارك، راه في شهر 5 وشهر 4 دوك لي كورس غادي نشارك فيهم، ولكن ما سي با ان اوبجيكتيف بالنسبه لي. هادوك غادي نشارك فيهم غادي يكونوا بالنسبه لي دي كورس دونترينمون. راه الناس دي بروفيسيونيل، شوف راه لي برو مثلا في السيكلين ان كلكم كتعرفوهم، كتلقى واحد البطل مثلا معين، من كتشوف مثلا كونتادور من كان كيجي كونتادور كيشارك في شي سباقات في ديبي دي سيزون في فان جونفيي وفيفريي وهذا، وما كيكلاسيش، ما كاينش، ما كيدير والو، كنشوفو غير في الديبار بعد ما بيبان، ما كيبانش، كاين اللي يقولك لا ما راش مزيان ما راش كدا، وانا كونتادور ما جايش باش يربح الله يهديكم. راني جاي كسيف تحت الخير ليك، ما جايش باش يربح. بالنسبه لي شي كورس دونترينمون راه غير مدخلها، المهم راه غادي مع لو باكي وهذا، المهم باغي يطلق رجليه وصافي، ما هو راه عنده لي زوبجيكتيف ديالو مازال جايين قدام. قلت لي دقات القلب اللي مزيانه، واش كتقصد بالنسبه للروبو؟ غير فهمني ما نفهمش مزيان السؤال، واش ديال الروبو دي في الراحه اللي كيتعملوا في الصباح ولا فوقاش؟ قلنا نفيكسي لو زوبجيكتيف ديالي، ديك الساعه غادي نصاوب لو بروغرام ديالي. بالنسبه للساعه، الو شوف الاخوان، بالنسبه للمسائل اللي كنت محدده لهذه الحصه هي هذه، كانت مفاهيم عامه ياك، راني جاي واخا نولي لك السي ادم، لان جمهور 3 مرات طرح السؤال وانا ما كان وانا ما كان جاوب، نكمل غير مع السي فتاح الخير. بالنسبه اللي قلنا في الراحه الصباح، راني شرحت قبيلتي ما عرفتش كنت معانا ولا لا، بالنسبه للدقات اللي كيتعبروا الصباح نفيق على حساب المستوى ديالك. الا كان واحد الانسان اللي ما كيمارسش الرياضه نهائيا راه ما غاديش يكونوا، غادي يكونوا من 70 لفوق. بالنسبة للإنسان اللي كيدير الرياضة ياك كيمارس مثلا الفي تي تي، إلا كنت كتمارس مرة جوج في السيمانة 60، ما بين 55 60 مزيانة. بالنسبة للإنسان اللي كيمارس بانتظام 3 حتى 4 ديال المرات في السيمانة، راه مبدئيا خصهم يكونوا قل من 50، خص تلقى قل من 50 دقة في الأسبوع، في الدقيقة، الله استغفر الله. سي انس عطيني دقيقه وغادي نولي لك. سي كمال، لا جو برو اللي كنستعمل انا يا الكاتر يا رو كاتر. بالنسبه لستخافا، الاخ سي ادم سولتني لابليكاسيون ستخافا، ستخافا واش هو الدور ديالها؟ الدور ديالها ستخافا انه اولا كتميموريزي لك لو باركور ديالك، باركو ديال كي يتموريزا، راه مسجل تما بلو تخاصي ديالو بالمعلومات ديالو كاملين. الفائده اخرى اللي تما القضيه ديال لي سيغمون، لي سيغمون هما مثلا واحد الريف، واحد العقبه معينه، واحد الطريق معينه، واحد هادي، كتقارن النتائج ديالك مع نفسك اولا. انت انايا مثلا واحد الطلعه اللي فلانيه، انايا هاد النهار درت فيها كدا 20 دقيقه، المره الجايه ندير فيها 26 دقيقه، المهم وزيد 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 وزيد، كتعاند مع نفسك باش تحسن المستوى ديالك. وثانيا كتقارن راسك مع الناس الاخرين، تقارن راسك مع لي زاتور الاخرين اللي كيفوتوهم من تما، مزيان. المهم هذيك راه سوغ دو موتيفاسيون، كيكونوا دوك لي شالونج، المهم كتموتيفي راسك. بالنسبه ل بلا جميل السي كمال، بالنسبه لسترافا كاين جوج ديال الطرق ديال الاستعمال ديالها، يا اما تستعملها مباشرة من لابليكاسيون، يعني لابليكاسيون اللي كاينة راه كتخدمها الناس اللي ما عندهمش ان جي بي اس، كان انستالي لابليكاسيون من نقلع من نجي خارج، من نجي خارج نتريني كان ديماري، راه كاين المهم الناس اللي كيخدموا سترافا راهم عارفينها، كان ديكلونشي هذاك لو كونتور كيبدا يحسب، من نكمل صافي كنتكونيكت على الانترنيت وكندخل لو سيركوي ديالو. الناس اللي عندهم جي بي اس كارمين ولا اي جي بي اس واحد اخر، ما كيخرج يدير لا سورتي ديالو عادي، ما كيخدم لا ابليكاسيون ولا والو. من نولي كنكونيكتي هذاك الجي بي اس ديالي مع البي سي ولا مع السمارت فون بالبلوتوث الا كان فيه ولا، وكندخل لي دوني ديالي سترافا، هادشي اللي كاين.
تخسي في بعض المرات دابا بنت لوجهي في بعض المرات ولوجهها شعر أكثر من انتقال القلب مع الراحة تاني تقلق. سي أحمد شوف القاعدة العامة يا جميل السي آدم مرحبا، القاعدة العامة هو أنه إذا توقفت نتايا على لونتخينمون كنهضر الأغلبية العامة، إذا توقفت على لونتخينمون لمدة طويلة الدقة ديال القلب كيبداو يطلعوا، تقدر مثلا الدقة ديال القلب ديالك في الراحة يكونوا 45 ولا 42 مثلا، راه إذا وقفت غير واحد الشهرين ولا على لونتخينمون راه غادي يطلعوا ل 60 فاصل يا جميل. ولكن راه كاين حالات خاصة، القاعدة لا تمنع من الاستثناءات، إذا كان القاعدة كتطبق على واحد 90% ولا غتلقى واحد 20% ديال الاستثناءات، راه يقدر بنادم ما كيدير والو الدقة ديالو هاودين. ولكن هذا ما هذا الشيء اللي قلنا في الأول، كاين الناس اللي عندهم شي حاجة من عند الله ما غاديش نعتبروا حنايا قاعدة ونديروا حنايا بحالهم، هذا الشيء اللي كاين. ش من ابليكاسيون لي بيون سي كمال؟ لا بروميوم بيان سور، لا ولكن راه كاينه غراتويت، بنادم راه غراتوي، راه الاغلبيه ديال لي زوبسيون غراتوي، اش مالنا حنا البروميوم؟ اش بنادم غادي يخلص؟ اللي باغي يخلص، اللي عنده باغي يخلص يخلص مرحبا، ولكن بنادم يخدم بداك الشيء اللي غراتوي ما كان حتى شي مشكل، راه اللي ديال لي زوبسيون راهم غراتويت. شي واحد من الاخوان كان شي سؤال وما جاوبتوش عليه، سي انس، انس باللول فكرني اخويا بالسؤال ديالك الله يرضي عليك، كان الله يجازيك بخير باش ما ننساكش، راه الميساج بزاف واخا طلعت ما لقيتوش. لا شكرا على واجب السي عبد الكريم مرحبا. الو قبل ما الاخ يعطينا السؤال ديالو، المهم انا غادي نزيد واحد 20 دقيقة ولا حتى نص ساعة، المهم راني معاكم، اللي عنده شي سؤال مرحبا، المهم سيرتو في هذا الشيء اللي فات ولا حتى في حاجة اخرى. الموعد ديالنا ان شاء الله في الاسبوع الجاي الاربع بحال اليوم، غادي بالاساس غادي نهضروا على جوج حوايج بالاساس، الانواع ديال لي سيونس دونترينمون اللي كاينين، عندنا بزاف ديال الانواع، انواع دي بزاف ديال الانواع ديال لي سيونس، كل سيونس كيفاش دايره وكيفاش كندير نعرفها وفوقاش نبرمجها. وزيد ثانيا كيفاش ديك الساعه نشوف كيفاش البروغراماسيون، كيفاش ندير البروغرام ديالي. اسمحوا لي نشوف لي ميساج القدام. يفتح الخير تقل الرجل في الصعود ماله. الاخ اللي قال لك سي غراتويت، سي ادم سترافا غراتويت، لابليكاسيون سترافا غراتويت، ولكن فيها واحد المجموعه ديال لي زوبسيون ديال لي زوبسيون بيونت، خاص دير واحد لابونمون بروميوم عاد باش يفتحوهم لك. فيهم مثلا بحال لي سيغمون اون ديريكت وبزاف ديال الحوايج، ولكن المهم دخلت تما راه غادي تلقى بروميوم، ما تلقى سيرتو راه كيبانوا لك الا تكونيكتيت في لو سيت في البيسي، غادي تلقى في لو مونيو تلقى في بزاف ديال لي زوبسيون اللي كيكتبوا لك حداهم بروميوم عاد باش يفتحوهم لك. خوتي الا نسيت شي واحد يفكرني بالسؤال ديال الله يرضي عليك، راه عندي لي ميساج بزاف هنايا. Après une sortie longue, est-ce que c'est normal, cause de tension, de palpitations, un peu de fièvre? Les palpitations, c'est un as, chauffe normalement. Normalement, la fin de la séance, les battements du corps d'y aller, il y a des gens qui le pouls qui est en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire, نورمالمون الا استثني الا كانت شي سيونس اللي مجهده، شي سيونس اللي قاسها وعيت فيها بزاف، راه نقدر نبقى جوج سوايع موراها ولا وانا مازال لي باتمون ديالي مازال في 90 ولا، راه خصني الوقت باش نرتاح. ولكن الا كانت سيونس عاديه كما المعتاد ووقفت انايا شي ساعه ولا وانايا واقف ومازال لي باتمون دي كور ديالي طالعين 90 ولا اكثر، الا كلكو شوز شي كلوش ان سيغون انترينمون ولا فاتيك ولا شي حاجه نتحاول على راسي. سي كمال كاين جي بي اس اوتيليستي؟ انا عندي غارمين 810 خدام بخير الحمد لله، في اوتونومي ديال 15 ولا شي مرات كندير خرجه ديال 10 سوايع ولا اكثر كيبقى شادي لا شارج، الخير والبركه الحمد لله. سي حاليا فكرني بالسؤال، الله يرحم لك الوالدي، راني قلتها لك ما جاوبتكش ولكن فكرني بالسؤال، راني فوت لي ميساج لقيت لي ميساج بزاف وما لقيتش السؤال ديالك، فكرني الله يرضي عليك.
شوف سي طارق، بالنسبه لا فريكونس كاردياك ماكسيمال في لونترينمون راه ما خصنيش نوصلها، راه ما كايناش شي سيونس اللي غادي نوصل فيها لا فريكونس كاردياك ماكسيمال. راه هادشي اللي غادي نهضروا عليه لا سيونس الجايه في الانواع ديال لا سيونس دونترينمون، راه نورمالمون لا فريكونس كاردياك ماكسيمال ما خصنيش نوصلها، راه في الكورس وما نوصلهاش، من غير الا كان شي سبرينت في شي عقبه ولا في التالي، ولا مبدئيا ما نوصلهاش، ما يمكنش الا عندي 200 عمرني نوصلها هذيك ال 200، راه نقدر نوصل ل 95 96% ولكن ما نوصلهاش. الله يبارك فيك السي عبد الكريم، مرحبا اخويا. الله ينورك السي عصام محبوب، بارك الله فيك. ايوا اللي في جهدنا راه حنا نديروه، وداك الشيء اللي عندي راه حنا كنعطيوه للخوت، واللي عنده شي حاجه ينفعنا بها حتى هو عاوتاني. لا شكرا على واجب السي انس. وسام بغينا شي فيديو ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا، المهم شويه بشويه، المهم نكملوا مع هادشي ديال لونترينمون ولا بروغراماسيون، لا نوصلوا شي حاجه الماتيريال عاوتاني. سي انس بلول كما قلنا هذيك 220 موا لاج 220 ناقص السن ديال، قلنا هذيك راه غير مبدئيه، انا ما بغيتش كاع نهضر عليها، راه هضرنا عليها في الاول وقلنا من الاحسن نيفيتيوها، هذيك مبدئيه وفيها الخطا بزاف. نولي المثال اللي عطيته في الاول، انايا عندي 40 سنه في العمر ديالي، الا مشيت نحسبها غادي 220 ناقص 40 هي 180، الوغ كو انايا كنوصل ل 200، هي هذيك راه خاطئه ومن الاحسن كاع ما نخدموهاش. الاخوان اللي عنده شي سؤال شي اضافه شي توضيح احنا معاكم. الله يبارك فيك السي رشيد بوسكوره، مرحبا، الله يعطيك الخير. سي حليم اللي كنت تريني في الطريق عاديه عندي، ولكن العقبه كنت راجع شنو المعمول بالنسبه للعقبه. سي حليم رخص، شوف راه كاين لي غرامبور من عند الله، هادي شوف هاد الحالات كاينين، كاين اللي راه كيبدا يدير البيسكليت كيبدا يطير في العقبة، جران بير من عند الله بحكم التركيبة ديال لي مشكل ديالو هذا وهذا وهذا وزيد، المهم معطيات أخرى. ولكن الأغلبية ديال الناس واللي سيرتو لي ديبيتون اللي كيلقى مشكل، وكاين اللي ماشي غير ديبيتون، كاين اللي قديم في هذا في البلارة، كاين اللي يطحن يطحن والله ما تمشى معاه، تجي العقبة يتكولا. العقبة خصك ترينيها، راه كاين دي بروغرام سبيسيفيك ديال العقبة، العقبة ما تبقاش تهرب منها، العقبة خصك تديرها لونترينمون ديالها ودير لي زانترفال في العقبة. غادي نجيو لهاد الشيء المرة الجاية بإذن الله، وغادي نوطيها أنا باش ما ننساهاش. سي زكريا شكرا، دون دوغ دو لونترينمون فيلو كي سون لي زوطخ سبور كي بوغ نوز ايدي بوغ اميليوري نوطخ اونديرونس. سي زكريا بالنسبه ل كاين الرياضات اللي مكمله ديال لونترينمون ديال الفيلو، لا مشكلاسيون لا ناطاسيون لا كورس ابي، غير هما خص فين مثلا لا مشكلاسيون راه مهمه بزاف، كاين بزاف ديال الانواع ديال لا مشكلاسيون، كاين بزاف الطرق باش ندير لا مشكلاسيون في لاصال في الطبيعه، المهم بزاف هذيك غادي نهضروا عليهم في المره الجايه في البروغراماسيون، غير خصنا نعرفوا بالضبط فوقاش نبلاصيو هذوك هاد لي سيونس هادو. الله يعطيك الخير السي رشيد، تحيه من وجده البوسكوره، الله يبارك فيك السي انس، مرحبا سي اسامه، مرحبا، نشكر على واجبي نوتخ كيستيون. L'entraînement en salle qui complète l'entraînement en vélo consiste en quoi? Squat, relève des jambes. شوف انت هي المشكلاسيون اللي ناوي نهضر عليها المرة الجاية، ولكن معليش باختصار لا مشكلاسيون نورمالمون خص تخدم كلشي، بالنسبة لأن شوف بالنسبة لو فيلو لا براتيك دو فيلو سي ان سبور كومبلي، راه كتخدم لي ميسكل كاملين واخا بطرق متفاوتة، راه كاين اللي مثلا كاين اللي تصحاب له غير الرجلين اللي راهم خدامين، راه ماشي غير الرجلين اللي خدامين ولا غير لي جومب ولا غير لي فيسي، راه الصدر حتى هو يخدم، لانه كيعاون كيعاوننا في لا ريسبيراسيون، لي برا لي زافون برا الظهر لي لومبيغ راه مهزين الثقل، هما اللي كيهزوا الثقل ديال الفيرو، كلشي خدام، ما يكذب عليك حتى شي واحد، كلشي خدام. الوغ لا ميم شوز في لا ميسكيلاسيون خصني نخدم كلشي، لو كور كامل لي جروب ميسكيلير كاملين خصهم يتخدموا، غير خصني نعرف كيفاش ندير ديك لا ميسكيلاسيون، ما خصنيش نتقل بزاف،
راه حنا ما غاش ما كنديروش البودي بولدينغ، راه حنا كنديرو حنايا الفيلو. حنا هاد لا مشكلاسيون راه غير مكمله، من الاحسن تكون يكون مكثر لي سيري ونقص لا شارج. سي حاليا لا، شكرا على واجب. مرحبا سي ميمون، بارك الله فيك. هاد شكرا قولها لي تا نهار الجمعه اخويا ميمون. عقل عليها، غادي نفكرك. سي رشيد بوسكورة، المهم بيناتكم اخويا، بينك بين زكريا كمال مطول لي مونتي دو تافورات و فونون دو بركان في سيتي دو فيلون دو بلاطو و سومي فيرسي دو غونيسمون. سي كمال، واش طلعت على زكزل ولا طلعت على وارين فوق؟ واش من طريق فيها؟ لان راه ماشي بحال على زكزل، راه طلع عقبة طويلة ولكن لابونت شوية ناقصة. يلاه كاين واحد 2 كيلومتر كاع ولا ماكسيموم، مور ما تدخل الكروازمون تدخل باش تدخل زكزل، اللي كاين واحد 2 كيلومتر اللي شويه بونتي، كاع 11 12% كاع. الوغ كو العقبه الاخرى اللي تمشي مع الطريق ديال اكليم وتولي الدور، المهم هذيك ديال وارين فوق، هذيك راه صعيبه، راه تقريبا واحد 5 كيلومتر ولا 4.5، راه كلها غاديه بدوز 13%. هذيك راه قاهره الرجال، راه سي نورمال. الا ما جاوكش لي فيرتيج راه ماشي حاجه، ماشي هي هذيك عادي، سيرتو الا فرصت تما، هذيك راه عقبه قاسحه. اما جو بونس راه المشكل في هذيك دو بلاطو، لان هذيك مثلا هذيك العقبه راه غادي في تقريبا غاديه واحد شي 2 كيلومتر ونص ولا قبل الكروازمون ديال زكزل، تقريبا كلها غاديه ب 13 14 حتى 15% ديال لا بونت. ما عرفتش انا النيفو ديالك السي كمال، درك انت راك عارف راسك احسن مني، ولكن نورمالمون تما راه دو بلاطو ما كافيينش، راه تما خص ان ديفلوبمون اللي يكون هذاك اللي يكون صغير باش بنادم يقدر يطلع. واحد اللي يكون اون فورم وصحيح وهذا ماشي مشكل، واخا كاع يكون ما يكونوش عنده لي بينيون كبار راه ماشي مشكل، غادي يطلع يفورسي ويطلع. لكن بنادم الا كانت لا فورم لا قد الحال ولا، راه خصو يطلع اون سوبليس وغير بشويه عليه، الا ما كانش عنده لي بينيون الكافيين راه غادي يتعذب. عليكم السلام سي البغدالي، البطل ديالنا، مرحبا. سلمنا على الخوت كاملين تما، الله يرضي عليك سي ادم. بالنسبه للفيرتيج في الالتيتود، بدا خصنا الناس كيقول لك دار الاكسجين ناقص في الالتيتود وهذا، وراه كيجيني الدخان. خصنا نعرفوا شنو هي الالتيتود، راه كنهضروا على من 2000، بعد مينيموم 1500 الفوق. وبالنسبه لواحد اللي عايش مثلا اباس التيتود، عايش حدا البحر ولا في 400 500 متر عادي، انت عايش في وجده وغادي تمشي تطلع الافران اول نهار، سي نورمال. ديك القضيه ماشي هي هذيك، شي حاجه ماشي نورمال. حنا مثلا شي مرات كنطلعوا غير لواحد العقبه ديال واحد السومي ديال بوكلتو، ما عرفتش تكون عارفه ولا ما عرفوش، راه جاي من جهه جراده فيه 1640 متر، من تطلع كتحس بديك لا ريسبيراسيون ديالك كتبدا تزير عادي عادي، سي نورمال، لان وشحال ما كطلعنا لكن الاكسجين راه كيبدا ينقص نورمال. ولكن انا قلت لك راه بدات ديباسي ديك 1500 ولا توصل ديك 2000 متر ولا، كاين اللي عنده داكشي غير بسيشيك، كاين اللي يطلع شي عقبه فيها مثلا واحد 4 كيلومتر ولا 5 ويلاه وصل 800 متر ولا ديال الالتيتود، قلت لك راسي وجعني كنت الاكسجين قليل، او ديرك ما طلعت والو، الله يلعن الشيطان، داكشي غير بسيشيك وصافي. سي حاليا بيان سير، غير الجرا ولكن بوقتو، الجرا راه نورمالمون ما يمكنش تجري في اي وقيته، راه الوقيته ديال لي كورس ولا، راه الجرا نورمالمون راه ممنوع. الجرا عنده الوقت ديالو في الديبي ديال لا سيزون، في لانتر سيزون، في لا فان ديال لا سيزون، من يكملوا لي كورس في الوقيته ديال لا ميسكيلاسيون. المهم هادشي راه غادي نهضروا عليه الحصه الجايه ان شاء الله. سي طارق بيان سير، راه نفس الشيء بالنسبه للجرا، مهم هو ما كيأثرش على العضلات. شوف الجرا لا نوطاسيون لي سكي كاع هاد الرياضات اللي كتندار، لا مارش كتندار الهدف الاول ديالها، واخا حنا سبقنا هاد الشراء ديال الحصه الجايه، الهدف الاول ديالها هو لا ريكوبيراسيون، وانني نكاردي لا فورم ديالي و ميم طون نريكوبيري لي ميسكل ديالي، لانهم في لا فان. شوف انايا 6 شهور وانا كنجري في لي كورس لا سيزون كامله، وانا نتقاتل لي كورس كملو، كاين واحد التوازن، واحد ليكيليبر خصني نلقاه.
خصني ندير جوج حوايج اون ميم طون، خصني نرتاح نريح لو كور ديالي، ولا اون ميم طون ما خصنيش نضيع لا فورم ديالي. نورمالمون مبدئيا باش نرتاح خصني صافي نحط البيكالا، نريد الرياضة واحد الشهر ولا ما نضرب فيها الضربة مزيان، غادي نرتاح غادي نرتاح، ولكن لا فورم غادي تمشي لي، غادي نضيع بزاف ديال الامور، غادي نولي ازيرو. الوغ شنو كندير؟ غادي نمشي نجري، ولا ندير شويه ديال لا مارش، لي روندوني، تريكينغ، ندير لا ناتاسيون. الناس اللي ما فشي دول اخرى اللي ماشي هي المغرب يمشيو يديروا السكي في ديك الوقيته، علاش لا؟ لحقاش من كان جري، الفرق ما بين الجرا والفي تي تي ولا السيكليز راه ماشي لي ميم ميسكول اللي كيخدم، ماشي نفس العضلات، ماشي لي ميم جروب ميسكولير، يعني غادي نقاردي شويه ديال لا فورم، ولكن اون ميم طون هادوك العضلات اللي كنحتاجهم بزاف في الفي تي تي ولا في الفيلو راه ما غادي يرتاحوا شي شويه. هذا من جلوني الفيرتوال التيتيود قلناها، مشكور ميمون عياد، واه يضحك. انا هذا الجمعه ان شاء الله غادي نضحك مزيان اخويا ميمون، قال غادي نضحكوا. الله يعطيك الخير اخويا البغدادي، بارك الله فيك. وعليكم السلام سي محسن، تحية للناس ديال تازا كاملين، سلمنا عليهم كاملين. خونا نور الدين والرافعي، رافعي وخرا مشى لفرنسا، سلمنا على الخوت كاملين تما. الحمد لله خويا مصطفى، بارك الله فيك. سي عثمان حياك الله، بارك الله فيك وبصحتكم. التليجة واش راك مشيت معاهم في التلج اليوم ولا راك في فاس؟ الله يعطيك الخير. لا شكرا على واجب خويا ادم، مرحبا. سي زكريا اندين ديرنيير كيستيون، كومون بروندر دو لا بويسونس اون في تي تي. هذا الموضوع الحصه الجايه ان شاء الله اخويا زكريا، لانه راه كاين دي سيونس خاصين بلا بويسونس، فاهمين؟ لا بويسونس، شوف واخا غادي نسبق الموضوع كيما قلنا انا كنت باغي نهضر لك الشيء المره الجايه. لا بويسونس هي واحد المزيج ديال لا سوبليس، وديال خص تكون سوبل يعني فيلوس، وتكون تدفع دي غرو برا كي اون ميم طون. هي هادي لا بيس، كاين اللي صحاب لا بيسونس هي غير ندفع بالجهد، ولكن هي راه ان كيليبر بين جوج ديال الحوايج كيتخدمو في اون سول سيونس، لا فورس ولا فيلوسيتي، كيعطيونا لا بويسونس. المهم المره الجايه ان شاء الله غادي نشرح هادشي بالتفصيل. المهم خويا زكريا بودوفتي، مرحبا سي عبدو، مرحبا. الله يبارك فيك خويا يونس، سلمنا الخوت ديال مراكش كاملين اللي نعرفو اللي ما يعرفوش لونتروتيان دي كوريا هذيك السينور الدين. مرحبا مرحبا سي كمال، وتحية للناس ديال اكليم. انا خويا انا سي كمال، انا وجدة ولكن ما كنكونش في وجدة دائما، غير في العطل. انا خدام في تمسامان النواحي ديال الحسيمه، بين الحسيمه والناظور، حتى انا كنكون تما غير بوحدي، ولكن في العطل المدرسيه راني كنكون هنايا مع الدراري في وجده. ان شاء الله شي نهار بروغرامي وشي خرجه اونصوم باذن الله. سي نور الدين، سلام سي تريسي، كومون سوا جي لاسيل. اخويا نور الدين، بالنسبه لاسيل كل واحد شوف، ديجا شوف حاجه دو بون كاليتي، حاجه ماركه مزيانه راها باينه. غير الانواع كاينين بزاف، لاسيل كاين اللي عريضه، كاين اللي ضيقه، كاين اللي فيها الجال، كاين اللي خاويه في الوسط، كاين اللي غليظه، كاين اللي رقيقه، كل واحد والاختيارات ديالو، وكل واحد وفين كيرتاح. غير بالنسبه مثلا للنوع ديال الممارسه، غير بالنسبه لي سيل ديال الفي تي تي راه كيكونوا شويه مختلفين على ديال الروت. انا ديال الروت غالبا حاجه مزيانه كتلقاها رقيقه، دقيقه ما فيها والو، خفيفه. بالنسبه ديال الفي تي تي اللي ديستيني للفي تي تي سبيسيالمون، غالبا كيكونوا شويه غلاظ، راه كيكونوا شويه فيهم الجال، ولا حتى ما فيهش الجال المهم كتكون شويه غليظه وشويه عريضه، ما كتكونش رقيقه بزاف. وشوف انت فاش ترتاح عاوتاني. حياك الله السي احمد، بارك الله فيك. مرحبا خويا زكريا ايمن، لي لونغ ديستونس مرة ما يأثروش عليا، ما يأثروش السي ايمن، غير الا عرفت كيفاش تتعامل معاهم. خلي داكشي للحصة الجاية ان شاء الله، الاربعاء الجاي، ونهضروا في هادشي في التفصيل الانواع ديال الحصص، ولا نهار الجمعة ان شاء الله مين نكونوا طالعين مع العقبة ديال عين المو، غادي نشرح لك مزيان ان شاء الله. ايوا معليش، الله يسهل عليها خويا محسن، الله يسهل على الجميع ان شاء الله. وعليكم السلام سي ربوحة، تبارك الله فيك. تحية للناس ديال مكناس كاملين.
نيشان السنودين هي هذيك. ان شاء الله يمين اختي، علاش لا، الله يسهل عليك وتكوني في شي بلاصه كيما قلتي، ويكونوا فيها النساء ولا البنات حتى هما كيمارسوا هذا الرياضه وتمارسيها، علاش لا، الله يسهل الامور. مرحبا اخويا كامل، مرحبا. اخويا رشيد، هذه اول حصه، وراه باقتراح مشي اخوان، وهذا راسلوني، وهذا ان شاء الله غادي تكون في كل، باش تكون رسميه كل يوم اربعاء ابتداء من الساعه 8 ان شاء الله الرحمن الرحيم. من الاربعاء للاربعاء رحنا هنايا يعني نهضروا شويه ان شاء الله. لا شكرا على واسي، بس على واجب بس طريق. مرحبا والله العظيم الا بالفرح والسرور من تلاقاو مع الخوت بحالكم، وحنا كنتعلموا من بعضياتنا، وكل وراه ما كاينش مصدر ديال المعلومه اليوم، الحمد لله راه كلنا مصادر معلومه، واحد يصحح الاخر، واحد يكمل الاخر، الله يسهل الامور للجميع ان شاء الله. اللي غلبات البروده يلبس مزيان. بقينا نتشكاو هذه البروده، هذه حراره، هذه الشتاء، هذا الثلج، هذا ما غادي نديرو والو، لبس مزيان وتوكل على الله. سي نور الدين مرحبا، والله العظيم الا بالفرح والسرور. سي سيسكو مرحبا يا اخي، مرحبا بالفرح والسرور. راني نجتمعو ونهضرو ونتناقشو، راه هذاك هو الربح الكبير. اخوان اللي عنده شي سؤال، شي توضيح، شي تكميله، ولا قبل ما نكملوا هذا البث المباشر ان شاء الله، اذا ما كاين حتى شي سؤال نختموا هذا الشيء، والى الاربعاء المقبل باذن الله. لا شكرا على واجب السي طارق، مرحبا على الراس والعين. لا شكرا على واجب خويا رشيد، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. السي محمد، كاين شي سؤال، كاين شي تعقيب، كاين شي توضيح، كاين شي صحيح، شي ملاحظة، شي انتقاد، شي هذا، مرحبا. لا شكرا على واجب السي احمد، مرحبا، بارك الله فيك. السي مهدي، شوف كيما قلت قبيله، هاد الامور بالنسبة للكورس ولا الفي تي تي راه كاين بحال هاد الامور كلها، غير كيف كيف كتبقى غير الطريقه ديال القياده ديال الدراجه، وديال ديال الممارسه، والطريقه ديال السباقات اللي كتختلف. ما بغيت دير الفيلو كورس ولا الفي تي تي، سي لا ميم شوز. غير كان بالنسبه للمؤهلات البدنيه ديالك واللونديرونس ديالك، وهذا كل شيء راه غير كيف كيف بحال والمضمون ديال الحصص والانواع ديال الحصص اللي غادي نهضروا عليها الاربع الجاي، راه تنطبق للجميع، كيما للسيكليزم كيما للفي تي تي بحال ان شاء الله. سي نور الدين، بطبيعه الحال ملي غادي نهضروا على الانواع ديال لي سيونس المره الجايه، راه نهضروا على البي بي جي. زدتني، شكرا على واجب اخويا، مرحبا بارك الله فيك. سي الشهباري محمد، وانت من اهل الجزائر، مرحبا. سي احمد، احسب الفريكونس كار ديالك ماكسيمال ديالك، واحتفظ بها، الحصه الجايه ان شاء الله غادي نخدموها. الحصه الجايه ان شاء الله كلشي غادي يكون في الحصه الجايه، لان الحلقه الجايه ديال الحصه راني صحابي مازال في الليسي، راني مع الكلام. الحصه الجايه النقل المباشر ديال الاسبوع الجاي ان شاء الله، غادي نهضروا على هاد الانواع ديال الحصص، وكل حصه كيفاش غادي نوظفوا فيها هذوك لا فريكونس كاردياك، الدقات ديال القلب ديالنا. وما عندك علاش تعكز، هذه من الامور اللي هضرنا عليها في الاول، خص بنادم يحاول يحفز راسو، يموتيفي راسو، وما نربطش انا الممارسه ديالي غير بالجروب. راه شوف، راه هنا كنعرف دراري مثلا عندنا هنايا في وجده، واخا حالات قليله، راه كاين اللي مثلا داير مع جوج صحابو ولا مع صاحبو الصباح، راه كيلبس ويخرج ويمشي لديك البلاصه مثلا في القصر ولا فين غادي يتلاقاو، الا صاحبو ما جاش يولي للدار. راه مشكله صاحبي هادي، يقول لك انا نخرج بوحدي، والله ما يجي حتى يولي للدار، يولي يلبس ويمشي ينعس. لا ماشي هكذا، ما كان المهم الا تبليت بهذه الرياضه نمارسها فاش ما مع الجماعه بوحدي في الليل في النهار، ما كان حتى شي مشكل، ما راسي حتى بشي حاجه.
سي هشام اليزيدي خويا كيشدني الكلاكاج اش كان ليه الكلاكاج. شوف الكلاكاج كنظن بالكلاكاج راك كتقصد لا كرومب ماشي الكلاكاج. الكلاكاج راه حاجه اخرى، كتشد لا كرومب في المشكل ديالك الزيادة وما تقدرش تسرح رجليك وما تقدرش تبيضالي، وبحال عندك شي مشكل كيضرب تما. دوك خصك تعرف اصلا داك الكلاكاج منين جاي، هاد لا كرومب منين جات، السبب ديالها باش تفاداها قبل ما توصل. من توصل لها سي ترو طار، لا تقدر تجيب لا فاتيك الا عييت بزاف، تجيب لا ديزيدغاتاسيون الا ما كنتش كتشرب الماء بزاف كتجيك. هادو هما جوج اسباب اللي كتخليك تجيك 90% ديال الحالات جايه من وحده من جوج. بالنسبه الى اون فوا جاتك راه ما عندك ما دير، راسك سايس معاها. كاين دي تخيك اللي كيديروهم الدراري وافيكاس، كاين اللي كيقرص الرجل ديالو في داك الميسك اللي فيه لاكوم، كاين اللي كيحشي تما شي ابره ولا شي شوكه ولا واخا هي ما كايناش زعما شي حاجه علميه ولا، ولكن بحكم التجربه داك الشيء راه ثبت الكفاءه ديالو فريمون كتمشي. ولكن قلت لك راه المشكل في 90% ديال الحالات ديال لاكرومب جايه من جوج حوايج. قلت لك اما لا ديزيدغاتاسيون، راه ما كنتش كتشرب مزيان وحتى لو كور ديالك بدا ينشف، لي مشكل بدا ينشف من الماء، ولا من العيا. بنادم من كيعيا بزاف يعني واحد الدرجه، يعني هي طبيعي اننا نعيا، ومن كنخرج بالفيلو تريني غادي نعيا، ولكن اذا كان داك العيا فوق القياس شي عيا اللي صافي بنادم الحجرات كملو، راه غادي يبداو يجيوك هادوك لي كرومب، يقدو يجيو في اي مشكل في الجسم. بيان سور سي نور الدين، البي بي جي هو اول حاجه في لونترينمون في البدايه ديال الموسم، بداو بالبي بي جي، غادي نهضروا عليه ان شاء الله. الله والدينا والديك السي ميمون، ودي دي دي ما تعاود باش نهار الجمعه تطلقنا ان شاء الله. مرحبا مرحبا خويا احمد، بارك الله فيك خويا ايمن. غادي نقول تقول لي الفي تي تي كتعاون على الكوريرا ولا الكوريرا كتعاون على الفي تي تي، ولا راه كيكملوا بعضياتهم راه ليسونسيال انك تريني. من تريني راه النيفو ديالك يطلع باش ما ترينيت. هذاك شغل يقوم بها انا وبعض الدراجين من مدينة مكناس الى مراكش. اي والله يسهل الامور السير بوحات، 600 كيلومتر مزيانة، الخير والبركة، قسموا داك الشيء مزيان على كل واحد على حساب القدرة ديالو، على حساب لا شارج ديالكم، على حساب الماتيريال اللي غادي تهزو، على حساب شحال هازين من كيلو. اللهم يستر، ورا غادي نتبعوكم ونداو معكم بالتسخير ان شاء الله. واحد للأسف واحد الإخوان راه تلفت بكلمات نابية، هادشي حنا كنديرو رياضة، غادي نضطر أنني نبلوكيه. عصام فكراني، سلام خويا، مجيت باش نفوت بعض دي شوية لطاي دي فيتيكي إن شاء الله بإذن الله خويا عصام. شو لطاي إن شاء الله بإذن الله. سي زكريا شوف، مبغيتش أنا نعقد الأمور خويا زكريا، البوتاسيوم والمغنيسيوم وكذا. أنا قلت لي أنه أصلا غادي واحد الحلقة ولا غادي تكون خاصة غير بالتغذية، لاليمونطاسيون ديال السيكليست ولا، ولكن هذه لان ما عندها حل في ديك الساعه. ولكن بالنسبه للاسباب الانيه اللي كتكون خلال ديك الحصه هما هذوك الجوج هذوك، زعما ما القضيه ديال لو موك ديال سيغتان اليمون ولا سيغتان اليمون في لو كور ولا، هذيك راه ما عنده حل في ديك الساعه، المهم نخليوها المره الجايه ان شاء الله. سي نور الدين مرحبا، حتى انت راه عندك بزاف باش تفيدنا، الله يسهل لك امورك وسلمنا الخوت ديال اكادير كاملين، الله يرضي عليك. لا شكرا على واجب. بالنسبة لهذا الشيء ديال المغنيسيوم ولا البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا كاع الفيتامين ولا كاع لي بروتيين ولا لي مينيرو ولا لي زوليغو اليمو ولا كل شيء، المهم في واحد الحصة
حلقة ان شاء الله واحد البث مباشر غادي يكون خاص غير بالتغذية، وغادي نهضروا في كامل هذا الشيء بالتفصيل الممل بإذن الله. شنو هو الفيتاس اللي مزيانة تمشي بها بزاف احسن؟ واللي لهنا لا فيتاس اخي نوفل، ما عندي، ما غادي نقول لك لا فيتاس على حساب لو نيفو ديالك، على حساب النوع ديال التيران اللي غادي، واش في البلا واش في لا ديسونت، على حساب بزاف ديال العوامل، لا بونت، الريح، وزيد وزيد. نظن على حساب احسن السؤال التالي، واش تقيل ولا مويا ولا، ما كتقصدش لا فيتاس وانما لا كادونس، يعني السرعه باش كدور الرجلين ديالك. هادوك حتى هما راه كاين بزاف ديال، راه كل حصه وكيفاش غادي تريني فيها. كاين الحصه اللي غادي تريني بالثقيل، كاين اللي تريني بالخفيف. الحصه الجايه ان شاء الله داكشي راه مبرمج في انواع ديال الحصص ايمن، ولكن شوف ايمن راه كاع هاد الاسئله اللي راك مكثر عليا بها نخرجهم منك نهار الجمعه غيزيد. ولكن الفي تي تي فيها لا شارج اكثر من الكوره. شوف الى غادي نوضو نترينيو سي ايمن، مثلا نترينيو فوق في الكودرون، سواء ركبت على في تي تي ولا على كرة، غير كيف كيف، المهم راني نبيضالي. ولكن الى بغيت درت الفي تي تي ديال بصح بطبيعة الحال مختلفة على الفي تي على الكرة. لا بيست فيها السوكوس، فيها لي بيست ماشي بحال الكودرون، راه كلشي غير طلعات هودات، السوكوس الحجر هذا راه الكور كامل كيخدم. فيها لا كونسونطراسيون، راه السيكليزم راه تقدر غادي بوحدك في الطريق هانية، وراك تقدر تسها وكاع عيش تفكر فاش ما بغيت، ولا وراك تما راك غادي في وسط الباكي مكولي. الفي تي تي ما فيهش هادشي، الفي تي تي راه ما خصكش تغفل، ما خصكش ترمش. الفي تي تي راه تخدم لك لو مورال ديالك اكثر من الكوره بمليون درجة. الفي تي تي ما خصكش تسها، ما خصكش ترمش عينيك، خصك كونسونطراسيون اوبتيمال ماكسيمال توتال، قايم كونسونطري 100%. الله يعطيك الخير السي نور الدين، بارك الله فيك، الله يحفظ الجميع. عسي مراكش، الله يعطيك الخير. سي مراد اخي، انا ما كان دير تجاره، ما كان بيع، ما كان شري، ما خاطيني هاد الشيء. الله شوف راه كاين لي جروب ديال هاد البيع والشراء، وهذا الخوت تما كيتعاملوا، كتلقى شي مرات شي بياسات وشي همزات وشي ثمن رخيص. طيب بارك فيك السي مصطفى في الدور، مرحبا مرحبا سيدي، توحشناك اخوان. كاين شي سؤال؟ كاين شي حاجة اخرى ما نزيدو؟ انا معكم قبل ما نختمو، قلنا غير نختمو نمشيو للناسو غدا واحد الخريجة ان شاء الله، ضربو واحد 90 ولا 100 كيلومتر بإذن الله. اللي بغى يخرج معايا مرحبا به. سي الزيتوني مرحبا بك، الله يعطيك الخير، زارتنا البركة. عبدو وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى كان معنا هنا الإخوان من مدينة وجدة، نهار الجمعة إن شاء الله غادي تنشتو الإعلان، دايرين واحد الخرجة تقريبا واحد 125 كيلومتر. اللي بغا يجي مرحبا به. عبدو ابليكاسيون اللي كتعبر الدقات ديال القلب. شوف الله يرضي عليك، ابليكاسيون راه في واحد الوقيته كنت كنقلب، كاين دي زابليكاسيون اللي كيخدموا بالكاميرا، نورمالمون كدير الصبع ديالك في الكاميرا ديال التليفون ولا في الفلاش ديالها، ومن تما كتعبر، ولكن داكشي ما خدامش زيرو بزاف. انا المهم كتعطيك واحد، انا نسيت، كنت انا باش نشوف لافيابيليتي ديالها مخدم الجي بي اس ديالي وداير السمطه ومخدمها، وكان نسيت ديك لابليكاسيون. انا السمطه في الجي بي اس عطياني 51، وهادوك كيعطيوني مره كيعطيو كدا 40، مره يعطيو 70، ما خداميش. كاين دي زابليكاسيون اللي كيخدموا في التليفون، كيخدموا مع السمطه. كاين واحد السماطي راهم كيتباعو، مثلا شفتهم يتباعو في الديكاتلون، ولا كيخدموا ببلوتوث السمطه ديال القلب، هذيك كتكونيكت مع التليفون وكتعطيك نيشان. ما ابليكاسيون ديريك هذيك راه غير غادي تهبلك وغادي تعطيك الغلط. الله يعطيك الصحة، سي فتح الخير، بارك الله فيك، توحشك الخير السي مصطفى، بارك الله فيك. ايوا خويا البغدادي، واش غادي نقول لك، ما كرهناش، كل اللي كره حتى تكتب بإذن الله. الا كتبت نومات صرا ما نعرفش واش نجيو هذا العام ولا لا،
وإذا عاوتاني كبنتك شي مزيان انت عاوتاني الوجدة هنايا ولا مرحبا. افتح الخير والله. المهم شوف راه كاين بزاف دي، غير قلب سوغ فيسبوك راه كاين شي ربعة ولا ديال لي جروب اللي زعما كاين واحد سوق وارسو سميتو، دير سوق وارسو راه فيه كيبيعو الدراري الاخر. كاين سوق الدراجات الهوائية بالمغرب، وكاين واحد بالفرنسي مكتوب سوق الدراجات هكذا. كاين بدا هادو ثلاثة معروفين، راه كاع الدراري اللي عنده شي حاجة ولا كيلونسيها تما وتعامل انت وياه. لا البسكليتات ولا الماتيريال ولا لي زاكسيسوار ولا كل شيء اسهل. ما عرفتش اخويا نورتي، انا عمرني جربتها الصراحة. محمد سعيد ايوا ما كرهناش، مرحبا. جا شي واحد فيكم الوجدة ولا مرحبا اتصل بيا. سعد السلام الغازي، مرحبا سي عبد السلام، بارك الله فيك. المهدي الرزقي، سي المهدي والله يسهل امورك، والله يعفو، والله يثبتنا كاملين، والله يهدينا كاملين باذن الله. الله يبارك فيك السي محمد الصبار، مرحبا مرحبا، بارك الله فيك. اخواني لما كاين حتى شي سؤال، ما كاين حتى شي تعقيب، نختموا هذه الحصه وحتى الاسبوع الجاي ان شاء الله. نجي نتسنى واحد جوج دقائق ولا الا كاين شي اخ ولا بغى يطرح شي سؤال. الله يبارك فيك. ايوا نظن انه نكتفي بهذا القدر هذا اليوم ان شاء الله. نشكر جميع الاخوان اللي تبعوا معنا هذه الحصه، والاخوان اللي تفاعلوا معنا، واللي ما تفاعلش واللي راه كان غير يتفرج من خلف الشاشه. سي الزيتوني، بالنسبه المهم غير باش نحطك في الصوره، يمكن ما تبعتش معنا انت يا كل شيء. هاد النهار كانت واحد نظرة عامة، مبادئ عامة، هضرت على الأخطاء اللي كترتكب في لي زونطخيرمون في التدريب. إلا وليت شفت الحصة المهم تولي تشوف الفيديو راه غادي تسمع داكشي مزيان. البرنامج ديال الحلقة المقبلة إن شاء الله اللي غادي تكون الأربعاء الجاي في نفس الساعة في نفس الحصة، وهو أنه كاين جوج ديال الأمور الأسبوع الجاي إن شاء الله. الانواع ديال الحصص التدريبيه، انه كاين بزاف ديال الانواع، 6 ولا 7 ولا 8. كل حصه كيفاش كنديروا، فوقاش كنبرمجوها، وكيفاش كنديروا انترنيو فيها، وعلاش غادي نديروها. المهم يعني نشوفوا الانواع ديال الحصص ديال التدريب. والنقطه الثانيه هي البرمجه ديال السنويه ديال الكورير، يعني انا يا كورير ولا فيتيست، غادي نشوفوا كيفاش نبرمج الحصص التدريبيه ولا السباقات ديالي في الموسم كامل، من بدايه الموسم الى نهايته. مرحبا بك السي الزيتوني، وسلمنا للاخوان كاملين تما، الله يجازيك بخير. سي كمال انا في كورونا، الى تعرف تمسامان، انا يا ساكن في كورونا خدام تما. وان شاء الله سير بوحات، علاش لا، اجتمعوا في مكناس ولا المهم فين ما كتب الله، ولا في وجده ولا في شي بلاصه اخرى بإذن الله. مرحبا سي كمال، مرحبا مرحبا. إلى سعيد سي محسن، بارك الله فيك، تصبح على خير. لا شكرا على واجب السي الزيتوني، مرحبا على راس والعين. المهم راه كما قلت الإخوان، هاد جوج نقط هما اللي غادي نهضر عليهم الأسبوع الجاي. ومرة أخرى نشكر جميع الإخوان التفاعل ديالهم، وتا اللي ما تفاعلش، تا اللي كان غير يتفرج حتى هو، شكرا له. ونلتقي ان شاء الله الاربعاء الجاي في نفس الموعد مع 8 مساء، بدا نكون وصلنا للعشاء وكون كل شيء مسالم، ما عندنا ما يدار. والله يسهل الامور، والله يوفق الجميع باذن الله. يلا سيدي اعانكم الله.